مشاهدينا مشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم ولقائنا المتجدد مع ما وراء الاحداث وحلقه النهارده الاثنين 1 فبراير 2016. الحقيقه النهارده هنتطرق لايه الجديد بالنسبه لمباحثات جنيف بشان سوريا. المعارضه بالفعل موجوده، تمت مقابله زي ما بنقول شرفيه او ترحيبيه من قبل ديمستورا بالامس، والنهارده كان في اجتماع اخر مع المعارضه. كان من المفترض انه يكون في اجتماع مع الحكومة، ولكن حدث اجتماع بالأمس ولم يتم جديد بالنسبة للمعارضة، فبناء عليه تأجل الاجتماع مع الحكومة، الوفد الممثل للحكومة السورية غدا بإذن الله. يتزامن مع هذه المباحثات بعض الضربات اللي حدثت من قبل روسيا على بعض المناطق في سوريا، واعتبر أيضا أنه بدعم من الجيش السوري. المعارضة في جنيف كانت يعني الحقيقة رأت أنه هذه الضربات بمثابة يعني تقهقر للمباحثات أو هتؤثر على المحادثات دي بشكل أو بآخر، أنه كده يعني هذا الفصيل المفترض ان المعارضه جايه على الاتفاق بالنسبه لمجلس الامن اللي هو بينص او هم متمسكين بثلاث امور، اللي هو بالنسبه لانه يكون في ايقاف اطلاق النار، انه يكون في اطلاق للأسرى اللي بيعتبروهم يعني أسرى من قبل الحكومة السورية، وبيعتبروا كمان ثالث حاجة اللي هو تسهيل دخول المعونات. وبالتالي اعتبروا أنه إطلاق أي نيران في هذا الوقت بيتعارض مع المقاييس والمعايير الثلاثة اللي كان وضعهم مجلس الأمن واللي على أساسهم هم جايين علشان يتفاوضوا. ده بالنسبة لرأي المعارضة، يعني دي المعارضة شايفة كده. لكن طبعا هل يا ترى كان في أي نوع من أنواع يعني نقدر نقول بالتأكيد إن زي ما احنا شايفين من بداية الحرب اللي بدأتها روسيا بمساعدة قوات الجيش السوري على الأرض بتكون هدفها طبعا ضرب معاقل لداعش أو ضرب للإرهابيين، فبالتأكيد إنه ما حدث من قبل روسيا وسوريا بالتأكيد كان ضرب للإرهابيين. على الجانب الآخر كان في كمان تفجيرات حدثت في السيدة زينب في بعض أحياء في حي من أحياء سوريا، وأعلنت داعش مسؤوليتها عن هذا الحادث. عندنا كمان هذه الأيام الحقيقة هتلاقوا في النيوز أو في الأخبار كتير جدا أخبار بقى بدأت تنتشر بالنسبة لفيروس زيكا. فيروس زيكا انتشر بشكل كبير، والبرازيل قلقانة جدا من هذا، من انتشار هذا الفيروس. الغريب بقى أنه بيقول لك بالرغم أن الفيروس ده عبارة عن أنه بيقال أنه يأتي عن طريق لدغة بعوضة وبيؤثر على الستات الحوامل، وبالتالي بيجي الجنين جمجمته صغيره يعني بالنسبه لحجم باقي حجم جسمه. البعوضه دي قالوا اكتشفوا انها بعوضه مصريه، ولكن وزاره الصحه المصريه الى الان قالت ان احنا ما عندناش اي قلق، برغم ان البعوضه دي زي ما بقول لحضراتكم مصريه، ولكن في مصر بتقول لك احنا ما عندناش قلق، احنا ما عندناش حالات دخلت. ولكن على الجانب الاخر بتلاقي منظمه الصحه العالميه طوارئ واجتماعات مكثفه عشان محاولات بالنسبه ليه، يعني مؤتمر دولي أطلق أيضا بجنيف لمحاربة فيروس زيكا. وزي ما قلت لحضراتكم بالنسبة لمصر، مصر بيقولوا ما فيش أي المرض ده مش موجود في مصر ورا الفيروس ده، وإنه حتى بيكون هناك يعني إشراف تام بالنسبة للقادمين من أي أماكن فيها هذا الفيروس بالنسبة في مطارات، وإنه يعني اتقال كده إن كل الواجب أخذه والاحتياطات الواجبة بتتم بالفعل حتى بداية من مطار القاهرة. بالنسبة خبر بقى مفاجئ، وهنقول يا ترى المصريين اللي بيتحولوا الإرهابيين مين السبب؟ السعودية في التفجير اللي كان عند منطقة الإحساء اللي هو كان في الجامع الشيعي، اكتشفوا إن واحد من الانتحاريين مصري الجنسية، وبالتأكيد طبعا إنه ده هيطرح أسئلة كثيرة. يعني احنا مش بس ده في حادث السعودية، في حادث كتير جدا وفي منضمين لداعش ايضا، يا ترى اخدوا الفكر ده منين؟ ويا ترى ايه اللي بيوصل الانسان المصري انه يتحول لانه يفجر نفسه ويبقى انتحاري؟ هو قدم الى المملكه قبل 3 سنوات برفقه زويه بتاشيره زياره عائليه لوالده المقيم بالمملكه، يعني حتى رايح المملكه قريب.
بالنسبة لي أيضا الخارجية الروسية كانت بتتحدث عن أن العمل الإرهابي في السيدة زينب بضواحي دمشق محاولة لإفشال المفاوضات السورية كما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الحادث، لأنه كان في تخبط كتير وقت ما حصل هذا الحادث بالنسبة للسيدة زينب، انه اتهامات متبادله، المعارضه بتتهم النظام والنظام بيتهم المعارضه المسلحه بان هي وراء هذا التفجير، الى ان اعلنت داعش مسؤوليتها. وزي بقول لحضراتكم يعني الخارجيه الروسيه شايفه انه الحادث ده بيعرقل او محاوله لافشال المفاوضات، على الجانب الاخر المعارضه شايفه ان الضربات اللي وجهتها روسيا لبعض الاماكن هي دي اللي بتعطل المناقشات. عندنا امور كتيره النهارده، ولكن حقيقة يعني هناخد من الخبر بالنسبة للسعودية، وهناخد أيضا من الأحداث ومن موضوع ازدراء الأديان، الحقيقة يعني موضوع للنقاش مع ضيفنا العزيز الأستاذ حمدي الأسيوطي المحامي المعروف. أستاذ حمدي برحب بحضرتك معانا. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. طبعا احنا مرتبين انه يكون هنتحدث عن موضوع ازدراء الاديان، وانه احنا كل يوم والتاني دلوقتي بنلاقي حد بينضم، ولكن قبل حديثنا عن موضوع ازدراء الاديان اكيد حضرتك تابعت الخبر من السعوديه بانه الانتحاري الثاني اللي كان فجر نفسه في جامع في منطقه الاحساء مصري الجنسيه. وده ياخدنا ده برضو صحيح. ياخدنا لانه يعني ما هي الدوافع والاسباب اللي ادت انه مصري من 3 سنوات راح المملكه ويشارك في هذا العمل؟ هل في حاجه عندنا، هل في تعاليم معينه بتدفع بعض الشباب ان هم يكونوا انتحاريين؟ طبعا يعني فكرة انه يروح السعودية مبنية اساسا على الفكر الوهابي، وده فكر متشدد جدا للغاية، وخرجت من عباية هذا الفكر كل الحركات الإسلامية المتشددة اللي بتنهج منهج العنف ومنهج الإرهاب. نعم ما فيش شك ان المدرسة الوهابية هي اللي بتؤدي الى ذلك بكل بقى أفكارها وكل أدبياتها. في النهاية هو ده مصيرها، يعني ده مصيرها الأوحد يعني. نعم صحيح. لكن لو رجعنا برضو للتعليم اللي موجودة بالنسبة للبعض اللي بيرى ان هناك بعض تعاليم وحتى بتأتي من قبل مؤسسة الأزهر، هذه التعاليم بتحث على هذا الفكر، اذا كان فكر وهابي ارهابي او اذا كان فكر زي ما البعض صنفه بانه يرقى لانه هو ده فكر داعش. ما فيش كلام طبعا، انه البدايه اساسا كلها بتبدا من يعني مناهج الازهر المتشدده جدا للغايه. احنا نعم لسه في الوقت قريب جدا الازهر يعلن على انه بيلغي بعض الدروس، ومنها درس في الفقه يتحدث عن اكل لحم الاسير. ف يعني ده مناهج متشددة للغاية ومتطرفة، والفكر الوهابي نشأ في الصحراء اللي هو أساسا فكر صحراوي. فكر الوهابي دوت خدنا احنا منه بقى من بداية السبعينات أيام عهد أنور السادات، وهروب أغلب الإخوان جماعات الإخوان المسلمين إلى الدول الخليج، نتج عنه دوت طبعا بعد جمال عبد الناصر، وبعد ما انقضى عليهم جمال ففتحت السعودية أبوابها للجماعات الإخوان المسلمين، وتبنوا الفكر الوهابي المتشدد لأنه بيتفق معهم فيما يسعون إليه. نعم وكل اللي هاجر مصر طبعا من فترة كبيرة جدا المسلمين المتشددين عادوا إلى مصر في السبعينات في أوائل عهد السادات، نتيجة إنه فتح يعني زراعيه وكان بيستخدموا أدوات ضدنا كيسار في المدارس وفي الجامعات، نعم وفي الآخر دفع ثمن دوت اغتياله. صحيح نعم ما فيش كلام يعني إنه أكيد ومن هنا بقى جت يعني عقب اغتياله مباشرة بدأت تظهر في مصر إضافة إلى قانون العقوبات المادة 98 فقرة واو الخاصة بازدراء الأديان.
طيب نيجي بقى لموضوع ازدراء الاديان. يعني احنا دلوقتي بنرى بعد مشكله اسلام البحيري، وبالرغم من انه كثير من المدافعين عن اسلام البحيري بيؤكدوا انه هو كان يطرح افكار لتصحيح الافكار المغلوطه اللي بدات تنتشر عن الاسلام، وبالرغم من كده للاسف الشديد تم اتهامه. ولو حضرتك برضو تطلعنا، اكيد حضرتك طلعت على حيثيات الحكم بالنسبه لاسلام البحيري، فكيف تراها من الناحيه القانونيه؟ بص حضرتك، يعني فكرة حيثيات الحكم، نعم سواء كان إسلام بحيري أو غيره، العديد من القضايا ازدراء الأديان منذ عام 82 عندما أضيفت إلى قانون العقوبات وما كانش ظاهرة قوي. يعني فكرة انه اسلام البحيري، لانه اسلام البحيري اكثرهم شهرة، فمن هنا الاضواء جت عليه. نعم انما احنا لدينا من بداية التسعينات علاء حامد حكم وهو مؤلف عن، وعشان خاطر رواية اسمها مسافة في عقل رجل، اخذ عقوبة 8 سنوات، ثم انتهينا الى فاطمة. فاطمة نعود دلوقتي. يعني مدرس جاد اللي هو بتاع فيديو داعش في بني مزار، حكم عليه ب3 سنوات سجن. كافة القضايا اللي معظمها بتبقى للإخوة المسيحيين، يعني فوق 90% من قضايا ازدراء الأديان في مصر مرتبطة بشكل أو بآخر بالإخوة المسيحيين، سواء كانوا رجال كبار سواء كانوا شباب، وصلت إلى الأطفال. إحنا عندنا الأسبوع الجاي هيبقى عندنا 4 أطفال بتوع فيديو داعش مهددين بعقوبة ربنا يستر عليهم فيها. نعم كل ده حضرتك نتاج يعني الجريمة اللي أضيفت إلى قانون العقوبات في أبريل سنة 82 عقب اغتيال أنور السادات. طيب مع كل بقى الحيثيات الأحكام اللي صدرت، نعم أغلبها بيدعو إلى تجديد العقوبة في جرائم ازدراء الأديان، على الرغم من أن المنهج اللي بيستخدم في هذه الأحكام المتشددة بما يتعلق بالمنهج، يعني التفسير القضائي لنص المادة 98 فقرة واو، هو تفسير للأسف شديد يخرج عن طبيعة نص المادة وطبيعة أسباب التشريع منذ أبريل 82. يعني حضرتك كده الأحكام حتى لا تنطبق أو لا تتوافق مع المادة 98 زي ما حضرتك قلت، أمال بتتفق مع إيه؟ أو بتكون مأخوذة بناء على إيه؟ يعني لأنها إذا لم تتفق مع نص المادة إذا فهناك مخالفة، ولا أنا فاهمة غلط؟ لا 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 لا، حضرتك فاهمة صح. الفكرة كلها انه الذين يحكمون ويأخذون هذه المادة 98 فقرة واو لا ينظرون الى اسباب هذا التشريع نعم والمذكرة الإيضاحية الخاصة بمجلس الشعب اللي ليها علاقة بهذا التشريع في ابريل سنة 82. سيدتي الفاضلة، هذه المادة 98 فقرة واو أضيفت الى قانون العقوبات بالقانون 29 سنة 82 فيما سمي بتعديلات أدخلت على المادة 98، 10 فقرات من المادة 98 منها الفقرة واو خاصة بالازدراء، فيما سمي بين قوسين وقتها مكافحة القانون مكافحة الإرهاب. نعم وأي حد بسيط خالص هيفتح قانون العقوبات هيلاقي إنه الباب الثاني اللي فيه المادة 98 بتاعة ازدراء الأديان عنوانه جرائم الاعتداء على أمن الدولة من الداخل، يعني ملوش أدنى علاقة بجرائم الاعتداء على الأديان اللي موجودة في الباب ال 14 اللي هي المادة 160 والمادة 161. فإحنا قدام مأزق شديد الخطورة، إنه هذه المادة تم التعامل معاها من سنة 82 حتى الآن. يعني وفي إحصائية عملها إسحاق إبراهيم أخونا وزميلنا في المبادرة المصرية، على إنه السنوات ما بين الثورتين ما بين 25 2011 يناير ما بين 25 يناير 2011 و30 يونيو، إحنا كان عندنا يعني للأسف الشديد أعداد القضايا اللي بترفع ما بين 12 و13 قضية كل سنة 12 و13 قضية كل سنة ازدراء أديان.
او ازدراء اسلام بمعنى اصح. وازرائيل الاسلام بالظبط. الغالبيه العظمى بتتكلم عن الدين، يعني الوقائع الحقيقيه يعني او الاتهامات الحقيقيه اللي بيغلب فيها فوق 90% مسيحيين ومن طائفه المدرسين والمعلمين الى اخره، سواء كانوا كبار او صغيرين تصل الى الاطفال، هو دفاعا عن الدين الإسلامي، وحالة وحيدة يتيمة للأسف الشديد وهو الدفاع عن بالظبط. الدين المسيحي في ما يتعلق بما يسمى أبو إسلام. هو بالفعل محبوس، يعني انا برضو كل شويه بتاكد بس من النقطه دي. فهو محبوس، هو كان واخد حق اخر حكم كان 3 سنين. وهو أبو إسلام يعني واقعة صحيحة في ازدراء الدين، في التعدي على الدين المسيحي، يعني واقعة صحيحة تنطبق مع النصوص التعدي على الأديان، المادة 160 161. أما فيما ذلك فيما عدا ذلك استخدم النص المادة 98 في غير محله، لأنه هو أساسا لما طلع النص دوت، لما أضيف إلى قانون مضيفة الفقرة 98 فقرة من ضمن 10 فقرات على المادة 98 في سنة 82، كان الغرض منه حضرتك إنه هذه المادة تعاقب من يستغل الدين لإذكاء الفتنة الطائفية، وكان ده امتداد للوقائع الفتنة الطائفية التي جرت في الزاوية الحمراء في منتصف السبعينات، واتقال كده في المذكرة الإيضاحية. يعني أنا مش جايب الكلام ده من عندي، صحيح، يعني نعم. الكلام ده موجود في المذكرة الإيضاحية وفي مناقشات مجلس الأمة وقتها، قالوا مجلس الشعب وقتها، وقالوا علشان نمنع الاستغلال اللي بيطلعوا على المشايخ المتطرفين اللي بيطلعوا على المنابر. وكان من وقتها المثال اللي كان أوضح كان مثال الشيخ كشك، وإنه بيسب في الإخوة بيهيج، المسيحيين نعم. وإنه بيؤدي إلى الفتنة الطائفية، ولكن للأسف شديد انقلب السحر على الساحر، وتم استخدام المادة من قبل الإسلاميين اللي هي كانت أساسا ضد الإسلاميين المتشددين، لكن للأسف تم استخدامها من قبلهم على وضد كل المثقفين بقى والمدرسين، وعلى بالضبط. بالظبط كده من طيب، بالضبط يعني بالضبط بعيدا. طيب كده واضح حيثيات الحكم، يعني خلتنا نفهم القانون ومنشأ القانون والتاريخ وكل الأشياء الهامة اللي حضرتك ذكرتها. لكن إذا تحدثنا عن آخر واقعة، وهي واقعة الكاتبة فاطمة نعوت، وإنه الحقيقة يعني كمان تزامن الأمر مع افتتاح معرض الكتاب، وهذا يعني ما أطلقه كان إبراهيم عيسى، إن إحنا في افتتاح معرض الكتاب بيتم يعني الحكم بالسجن على كاتبة. فأين ستأخذنا هذه الأمور؟ وفي نفس الوقت برضو لو حضرتك وضحت لنا إيه هي الخطوات بعد الحكم الأولي ده بالنسبة للأستاذة فاطمة نعوت؟ بص حضرتك، انا يعني يعني طرحت حل للمشكله على صفحتي على الفيسبوك، وقلت انه هناك وفي كل مجالات الاعلام بقول والله ان احنا عندنا محاوله لتعديل الماده 98، وعندي 4 اقتراحات من ضمنها ادخال انه حد من مجلس النواب الجديد، نامل يعني انه حد من مجلس طرحوا النواب الفكرة انه يناقش في البرلمان. ان حد مجلس النواب الجديد احد الاعضاء يتقدم بتعديل، وادينا لهم التعديل وقلنا تعديل يعني اقتراح بتعديل الماده 98 فقره واو والماده 160 والماده 161 والماده من قانون العقوبات والماده 232 من قانون الاجراءات الجنائيه الخاصه بالادعاء المباشر، وقلنا 98 فقره واو ديت شرحنا الموضوع، وقلنا نستبدل عقوبه الحبس بعقوبه الغرامه، الاكتفاء بالغرامه، وده سنه يعني استناها الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور في جريمه اهانه الرئيس، اهانه رئيس الجمهوريه، وكانت عقوبتها تصل الى 5 سنوات. ولو تفتكري المنير حنه الشاعر بتاع بني مزار المسيحي اللي خد 3 سنين سجن علشان قال قصيده ضد مبارك، خد فيها 3 سنين وقدرنا نقف معاه، ربنا اكرمنا وخدنا له براءه. هو وقتها كان وبعد الاتهام طلعنا ازدراء، ولا ده المفروض إهانة؟ يعني كان وقتها دخلت ازاي في ازدراء؟ لا منير حنا كان اهانه رئيس الجمهوريه مبارك، لكن الازدراء دخل فيه بشوي كميل
اللي كان دخل خد 4 سنين ازدراء بالظبط. اديان وسنتين اهانه الرئيس. تم تعديل حضرتك، تم تعديل في عهد المستشار عدلي منصور، تم تعديل الماده بالغاء عقوبه الحبس في جريمه اهانه الرئيس والاكتفاء بالغرامه التي تصل الى 30,000 جنيه. قياسا على ده وحصل في جرائم السب والقصف والاثنين يعني الحمد لله بتوفيق من ربنا، كنت انا عملت كتب فيهم السب والقصف ثم اهانه الرئيس، وحصل ضجه بسبب يعني من اقتراحاتنا اللي قدمناها في الكتب بعون الله تعالى، وقدرنا نقدر نوصل الى تعديل. قياسا على هذا بنقول نعدل الماده 98 والماده 160 والماده 161 الخاصين بجريمه ازدراء الاديان وجرائم التعدي على الاديان. ما تنسيش ان ديميانا كانت متهمه بالتعدي على الاديان، وتنسيش برضو انه اغلب القضايا المتهم فيها مسيحيين بتخش فيها ازدراء اديان وتعدي على الاديان. هي الفكره كلها احنا نقدر كمان الماده 232 من قانون الاجراءات ليها علاقه بالجرح المباشر، الادعاء المباشر اللي بيجي محامين متشددين او بقايا الدوله الفاشيه او السلفيين المتشددين، بيحصل انه هو حضرتك انه يكتب عريضه وهو قاعد في مكتبه تاني يوم يرفعها ما تقدرش النيابه تعمل فيها حاجه. لا بنقول والله انه في مؤتمر العداله الاول سنه 86 اوصى بانه الجنح المباشره اللي زي دي وخاصه الجرائم التعبيريه اللي زي ازدراء الاديان يتم فيها دفع كفاله، يعني يدفع ضمان كبير مثلا يصل الى 1000 جنيه، احنا بنقول من 500 ل 1000 علشان نقدر نحد من هذه الجنح. بالاضافه الى كده ان كل الجرائم ديت اللي احنا عمالين نتكلم فيها وللناس بتتحبس فيها واغلبهم مسيحيين، اساسا الماده 98 فقره واو و160 و161 تتعارض مع الماده 67 من الدستور 2014 اللي كلنا خرجنا ووافقنا عليه. اللي هو الماده حريه 67 الرأي. تتحدث، نعم لا الماده 67 تتحدث عن نعم الغاء عقوبه الحبس في الجرائم التعبيريه فيما عدا 3 جرائم مش من بينهم الازدراء الاديان، التمييز بين الطوائف والتحريض على العنف والطعن في سمعه العائلات. طيب اذا كنا احنا 3 جرائم الدستور نفسه قال هم دول اللي هيبقى فيهم الحبس او يبقى في قانون يعد يشوف العقوبه بتاعتهم، انما فيما عدا ذلك لا يجوز الحبس. اذا لماذا الحبس في جرائم ازدراء الاديان وجرائم التعدي على الاديان رغم ان الدستور بيقول ما فيش حبس فيهم؟ طب دي مشكلة يعني كبيرة يعني. من هنا من هذا المنطلق أعتقد أن كده الأمر إذا تم فعلا وطرح على مجلس الشعب من المفترض يعني أن يكون إلغاء هذه المواد اللي أضيفت بشكل كده بيتنافى مع الدستور اللي احنا صوتنا عليه هتكون سهلة يعني. ده من خلال كلام طبعا حضرتك كده طبعا أنا شايفة كده يعني. طبعا طبعا احنا يعني وده اصل ده يعني احنا بنقول يا اخوانا طبقوا الدستور، ما تجيبوش صحيح حاجه من عندكم، طبقوا لنا الدستور الماده 67 والماده 100 والماده 71 والماده 72. الماده 67 واضحه جدا بتقول انه يعني ما فيش عقوبه الحبس في الجرائم التعبيريه فيما عدا 3 جرائم على وجه التحديد على وجه الحصر. فالغنا بقى يعني الغنا عقوبه الحبس في الجرائم ازدراء الاديان و160 و161 جرائم التعدي على الاديان، وظبطولنا موضوع الجرح المباشرة المفتوح على مصراعيه علشان ما يبقاش كل يوم واحد يقعد على مكتبه ويكتب العريضة وتاني يوم يرفعها الصبح فنحبس واحد، كل يوم هنحبس لنا واحد، يعني بالظبط بنحبس كل بالظبط. شهر واحد دلوقتي. احنا احنا دلوقتي خلصنا يعني هي الثلاث قضايا. اسلام جاويش اهو الجديد بقى ده يعني، حتى الاتهامات الغريبه اللي موجهه له انه ما خدش تصريح على صفحه للفيسبوك دي برضو اول مره نسمع عن هذا الاتهام الحقيقه، ودي برضو نقطه هنا برضو تاخدنا يعني تعليق حضرتك ايضا على انه هو، انا سمعت انه خرج، ما اعرفش حد حضرتك معلومات ولا لا بالنسبه طبعا لاسلام طبعا، جاويش بس اللي هو رسام هو كاريكاتير. اسلام جاويش، بس هو اسلام جاويش قياس مع الفارق يعني. اسلام هو طلع وقال تصريح انه هم قبضوا عليه غلط وهم كانوا رايحين للمكان. بص حضرتك احنا في مصر عندنا في مشكله كبيره جدا انه اساسا في الجرائم الاقتصاديه اللي ليها علاقه بالويندوز لابد ان النسخه اللي موجوده في الشركات تبقى نسخه اصليه معتمده، ما تبقاش نسخة بتتباع قدام الجوامع ب5 جنيه والكلام دوت. بس ألو؟ يعني كم واحد حضرتك بيستخدم نسخة غير رسمية بالويندوز يعني؟ مش معنى لا سلام في طيب. ناس اتاخدت، لا لسه كان حد من 3 4 اشهر متاخد برضه على انه ويندوز، وذلك كل المراكز الحقوقية دلوقتي بتلجأ الى ويندوز لينكس علشان ما ملوش ترخيص، انما اي ويندوز لابد ان يكون له لابد ان تكون النسخه الاصليه ويعمل ابديت على هو لما راحوا رايحين للمكان مش رايحين لاسلام جاويش. لكن
راعي انه يعني برضو كويس ان انت قلتي حضرتك كده، اتفضل. لانه ثلاث ارباع حتى الناس اللي بتدعوا مننا احنا يعني كليبراليين او الى اخره، او انصار الدوله المدنيه، عندما يتناولوا موضوع التجديد الخطاب الديني ايضا بيتناولوه بشكل مش صحيح علميا، يعني مش كل واحد بيتكلم في يبقى ده اسمه تجديد. لا، التجديد ما هوش التجديد يجب ان يبنى على اسباب علميه محترمه. نعم، ما فيش شك ان الازهر له دور كبير جدا في جمود الفكر الديني، لكن في نفس الوقت لابد ان احنا لما نتكلم في زاويه، انا بتكلم عن نفسي، يعني لما يعني اخذت عهد على روحي، بدليل ان انا لما بتكلم في زراعه الاديان بقول اقتراحات عمليه للحل، غير بقى الناس اللي بتقدر من يعني بتقدر توقف المسيره كلها ويمدد ويقول انه حريه التعبير في مصر وحريه البتاع. لا، هي الفكره مش في كده، ان كل واحد فينا يجب ان يؤدي دوره. وكمان يبقى فكره التجديد الفكر الديني ابقى اقدم انا البدائل. تجديد الفكر الديني مش معناه ان انا يعني اتحدث في مساله الدين دون علم، وانا لا اقصر الكلام في الدين على العلماء الازهر فقط الى اخره، انما من حق كل مسلم انه يتحدث، ومن حق كل مسيحي ان يتحدث في التجديد، نعم، سواء كان تجديد الى اخره. لكن راعي برضو ان في هوجه موجوده في بمجرد انه يعني اسلام جاويش من امبارح والفيسبوك يتحدث عن واقعه مختلفه خالص على الواقع الحقيقي، اللي هو طلع قال والله ما كانوش رايحين علشاني، هم كانوا رايحين علشان خاطر المكان نفسه بدون ترخيص، وانا اعرف انه من ايام عهد مبارك يعني يبقى الكلام ده الموضوع مش موجود. زي ما انتشر انها صفحة ولا انها برافو نسخة عليك. ويندوز ولا الكلام ده كده، الاساس انه المكان اللي هو بيعمل فيه او بي المسجد. بي بي بيطلق من خلاله هذه الرسومات، برافو. هو ده اللي مش واخد تصريح وهيتم وهو تسوية بالصدفة الامر المحضة، يعني، هم خدوه بالصدفة المحضة. لكن مش يعني هو عشان مسك المكان. ورقة ولا عشان الكاريكاتير ومحتوى الكاريكاتير لا لا اللي لا هو لا بي. لا، تمام خالص خالص تمام كده، خالص حضرتك، تمام تمام والنيابه في التحقيق. لكن هو المشكله في ان الناس ما بتبقاش صادقه، الناس عايزه تولع في الدنيا وخلاص، يعني الناس معترضه. ما هو من والله كتر الواحد برضو الناس حضرتك، ما معترضه احنا على يعني لما نشوف الناس. كاتبة ونشوف اسلام البحيري ونشوف الاحداث اللي زي كده، ونشوف شوية اطفال والمدرس اللي ما فيش يعني فيديو، فحضرتك ده بيخلي الناس طبعا اي حد يتقبض عليه في الوقت ده خلاص، ودخلت الحكاية في ان انت كده ما بقاش عندك فعلا حرية الرأي ولا حرية التعبير ولا الابداع ولا اي حاجة الحقيقة، يعني لا، من ده صحيح، الباطن ده يعني لو صحيح. حضرتك بصيت انت لها عندك الناس حق، متوجسة قوي انها تبدع او تعمل اي حاجة طبعا عندك حق، هتتفهم غلط عندك حق، بالظبط. عندك حق. يعني لكن برضه خلي بالك، الاعلام عندما يتحدث عن فيديو داعش بتاع الاطفال بتوع بني مزار بيتكلم عن مسرحيه. طب هو في عاقل في الدنيا، صحفي ولا اعلامي، يتحدث عن مسرحيه مدتها 32 ثانيه، وفي مسرحيه مدتها 32 ثانيه؟ يعني ده ولا ده المسرح الجديد التجريبي. في علم المسرح ده اكيد يعني. يعني ما هو ولا المسرح للاسف التجريبي، الواقعه كلها ان الولاد بيهزروا وبيقلدوا داعش وهي بتقتل الاخوه المسيحيين في ليبيا، المدرس بسذاجه شديده جدا صورهم، ثم ضاع الموبايل بالميموري اللي موجود، ابن وحد اي عصر ميديا عليه خد الميموري ووصله للامن، يعني لكن مش مسرحيه. مسرحيه ايه بقى؟ خالص خالص، وكلها كان برضو الجميع كنا كلنا يا أستاذ حمدي وقتها الجميع بيتحدث عن كيف أنه الإخوان بعد صلاة الجوامع يخرجوا يفجروا ويخرجوا يدمروا، أنه داعش هذا بالفعل ما يحدث، يعني هو ده اللي الفكر الأطفال كانوا عايزين يوصلوه ده من صحيح، الـ 32 ثانية، أنك كيف تصلي وده حقهم، وده وبعد ما حقهم، تصلي بتروح تعمل جرائم بشعة، يعني هو ده الفكر ده اللي كان صحيح، الولاد، أي حد عاقل متزن هيشوف الفيديو ده هيفهم منه كده، لو فهم غير كده ده دي صحيح، مشكلة كبيرة، يعني مش مشكلة عند الولاد. ده صحيح. ولكن طيب انا كده انا شفت الصفحة عند حضرتك كاتب ان في معرض الكتاب في 4 كتب، 2 منهم في السور الأزبكية، السب والقصف والانتفاضة، من ضمن الكتب اللي حضرتك ذاكرها وحاطط الصورة ازدراء الأديان في مصر حمدي الأسيوطي والأستاذ مجدي خليل، احنا كنا سامعين ان الكتاب ده اتصادر، فكده هل ده يعني انه فنفهم من حضرتك كده الكتاب بالفعل موجود في معرض الكتاب؟ لا 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 لا، هو يعني
يعني احنا الكتاب طبعا تم منعه في الازهر، راحوا وفقا لكلام الدكتور مجدي خليل، راحوا للمكان اللي منشور فيه وقالوا لهم شيلوا الكتاب ده من الفاترينا، علشان الكلام ده الكتاب ده بيسيء الى الازهر يعني، وبيسيء الى الدين الاسلامي. ففعلا تم منع الكتاب، تم منع نشره. وكان السنة اللي فاتت في معرض الكتاب موجود، كان بيتباع في معرض الكتاب. كان عندي أمل كبير إنه، أعتقد إنه هو موجود برضو عند نفس الناشر، يبقى أنا موجود نسخ منه، بس يمكن ما وصلتش للمعرض. فعشان كده قلنا إنه يعني وقعت كتابي وقع يعني بصراحة، يعني أنا حتى في أول تعليق قلت أنا كنت مستني الأزهر وأتأخر ليه في مصادرة الكتاب دوت يعني حتى من مجرد العنوان تمام يعني يعني يا من مجرد سبحان الله. العنوان يعني. وطبعا تاريخ الأزهر في المصادرة تاريخ عريق جدا للغاية يعني. ما تنسيش كتاب مقدمة في فقه اللغة لأستاذنا العظيم لويس عوض، وفي الشعر الجاهلي لطه حسين، والإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق، والدين والضمير لمحمود الشرقاوي، وأحوال المرأة في الإسلام. يعني تاريخ حاجة طويل، بصراحة حاجة حاجة يعني تحزن برضو يعني. هنقول ضد الدستور، يعني لا حول الله، يعني برضو هنا الدستور بيكفل حرية الرأي وحرية برافو أيضا. عليكي، يعني فأنت برافو كده عليكي، برضو برافو. بتتحدث إن كم من مشاكل وكم من يعني أحكام بتصدر ومصادرة كتب. يعني أصل مصادرة كتاب ده مش شيء سهل، وفي النهاية بتلاقيه ضد الدستور، أحكام على كتاب ومثقفين وفنانين ومبدعين، وبرضو حضرتك تجده إنه ضد الدستور. يعني يجب أن يكون هناك سيدتي وقفة. الفاضلة، نعم أنا هقول لحضرتك على حاجة صغيرة جدا. يكفي إن اتفضل. الأزهر يقدم بلاغا للنيابة العامة ضد شعبان عبد الرحيم المغني الشعبي، يعني دي إزراء أضياء، ده كارثة يعني. شعبان يعني عبد شعبان الرحيم عبد الرحيم يعني وصل إن الأزهر يعمل دماغه بدماغ شعبان عبد الرحيم يعني، ده يعني كلام. حاجة صعبة جدا يعني الحقيقة. وكيل الأزهر يتقدم ببلاغ إلى النيابة العامة وقبضوا على الراجل وحققوا معاه وطلعوه كفالة 10,000 جنيه، بقت تسعيرة رسمي 10,000 جنيه في كل قضايا زراعة الأديان. نعم، لا بس شعبان عبد الرحيم في فاطمة الآخر نعوت 20,000 اللي أنا فهمته من الحكم، إن دي حكم كفالة، 3 سنين دي كفالة. كفالة، آه كفالة، ده. وهو إيه 2000 جنيه تسلسل، لو وغرامة. حضرتك برضو تفهمنا تسلسل بالنسبة للأمور القانونية والقضائية، بالنسبة لأن هذا الحكم حكم مبدئي أو حكم بصي أول درجة أو ابتدائي لسه قدامها استئناف. بس لكن اسلام بحيري موقفه صعب، لانه وصل الى مرحله انه خلاص كده ما وبالفعل قدموش غير النقد، غير النقد وهل في امل والكف في النقد التنفيذي ولا اكيد طبعا. ولذلك انا من ضمن اقتراحاتي انه النائب العام، نسيت اقول لحضرتك، من ضمن اتفضل. اقتراحاتي الاربعه ان بقترح على النائب العام انه يصدر كتاب دوري، اولا بوقف تنفيذ الاحكام بتاعه الازدراء والتعدي على الاديان كلها بلا استثناء، والافراج على الناس بكفالات كيفما يراها، ثم يصدر كتابا دوريا على ان كل البلاغات اللي ليها علاقه بازدراء الاديان لابد ان تعرض على المحامي العام الاول لكل محكمه كليه. نعم ما يبقاش في ايد وكيل النيابه او رئيس النيابه، مع احترامي الشديد لهم، لكن يبقى المحامي العام هو المسؤول عن تحريك هذه الدعاوى، يدي تاشيره انها تتحرك إذا ما تعدلتش بقى. بس أنا متأكد تماما وعندي تفاؤل شديد جدا بأنه هيتم تعديلها بالفعل، لأن الناس بدأت تنتبه أن هناك خطورة بالغة للغاية في مسألة زراعة الأديان واستخدامها كسلاح ضد كل المفكرين والمبدعين إلى آخره. إحنا عندنا كاتب روائي صديق صدر ضده من محكمة بيبا في بني سويف علشان مجموعة قصصية اسمها عنوانها أين الله، صدر عليه حكم لحد يعني ما قدموش غير معارضة سنفية، 5 سنوات سجن حبس 5 سنوات لمجرد إصدار مجموعة كتاب. كرم صابر، كرم نعم صابر، نعم نعم يعني واضح ان مجموعة حتى في قصصية. هناك الكثير من الحالات اللي لم تاخذ حتى حقها اعلاميا، مثلا زي ما احنا بنقول كده، اذا كان اسلام بحيري او فاطمه نعوت لانهم معروفين جدا فاخذت قصصهم يمكن انتشار اعلامي كثير جدا، لكن كم حاله تقريبا يعني من الحالات اللي رصدتوها في هذا الكتاب وغيرها لغايه دلوقتي حضرتك؟ لا أنا عندي في الكتاب 35 حالة، حالة بشعة يعني. وأنا قلت إن أنا وأنا 35 بعمل حالة الكتاب كنت حاسس إن أنا عايش في كابوس يعني، نعم لما نعم تشوفي حد أنا لسه يعني لما شايفاها حد حضرتك كاتبها، كنت عايش في كابوس وأنا أعد كتابي ازدراء الأديان 6 شهور من المعاناة وقراءة أحكام قاسية على ناس مظلومين حقا.
يعني. ديميانة، يعني ديميانة مثلا، يعني حاجة هتحزن والله والله. ديميانة دي أنا مش عايز أقول لحضرتك، يعني أنا بكيت عليها لما رحت الأقصر، يعني نعم بيني وبين نفسي وأنا في الفندق بكيت على الحالة دي. يعني في كده في الدنيا مدرسة رايحة انتداب مكان مدرسة مسلمة، مدرسة مسيحية رايحة انتداب مكان مدرسة مسلمة، بتشرح درس في المواد الاجتماعية، بتركب 5 كيلو عشان 15 يوم علشان مكان زميلتها المسلمة اللي بتولد. هو في كده في الدنيا؟ صحيح في 4 أطفال، وشوفي لو حضرتك شفت الصورة في اللي على صفحتي، الناس اللي ورايا دول كلهم، دول كانوا أكتر من 150 واحد ضدنا في قضية دميانة. يعني حضرتك اللي هي يعني صورة الكفر الغلاف، دي الغلاف اللي انا يعني هي هتبان على الشاشة دي، كانت في قضية دميان. الأسوأ منها بقى كان في قضية مايكل منير بشايفي بالقاس نعم وبشويكي ميل، في كل قضايا بنقابل الداعشيين دول كل وبنقابل هؤلاء اللي المتشددين. هم ضد، يعني واقفين مع تأييدا مع الحكم عليهم، مع الحكم على هو بيقف، سواء. نعم هو بيقف يقول لك انا جايب النيابه عن مليار و200 مليون مسلم. مليار و200 مليون مسلم، ادوا كلهم تصريحات او يعني ادوهم تفويض بالظبط، مليار للاسف نعم الشديد. للاسف، للاسف لا الشديد. ربنا ربنا المستعان. اكيد اكيد، يعني انا برضو عايزه يعني اشير للكتب اللي حضرتك اشرت اليها، لان برضو انا العفو، عجباني فكره ان احنا عندنا وكلهم من القضايا اللي تحدثنا فيهم دلوقتي زي ما حضرتك ذكرت، ده صحيح والكتاب اللي ده عليه كان صحيح. الازمه الكبيره ازدراء الاديان في مصر حمدي الاسيوطي ومجدي خليل، وعندنا كمان الكتاب الاخر كتاب اهانه الرئيس، وحضرتك مختار صوره مرسي طبعا يعني اللي هو بتهيألي الرئيس اللي مفيش اكتر منه، اللي هو يعني كان لازم ان هو في موقع انه مش ممكن ما يتهانش يعني في السب والقذف. انا عايز اقول لحضرتك، اتفضل. عايز اقول لحضرتك على حاجه برضو، اها لان برنامجك مميز ربنا وحد يخليك، ناس اشكرك. محترمه جدا وصراحه جدا. كتاب اهانه الرئيس ده كل الناس اللي كانت بتتحدث عن الحريات وان هم مناضلين وابطال رفضوه، قبل كان معمول اصلا ضد مبارك، أها لكن ما فيش مركز حقوقي في مصر وافق على طباعته الا بعد الثوره. يعني ربنا كرمنا بصديق يساري، خطفوا مني خطف عشان يطبعوا. تمام. يعني وطبعا وضع صورة مرسي عليه أعتقد يعني دي برضه ليها معاني دي ولها كانت دلالات. فكرتي تمام في كده. الحقيقة، كانت فكرتي نعم بصراحة. يعني نعم عندنا كمان السب والقذف وحرية الرأي والتعبير، ده صحيح. وتحدثنا أيضا عن هذا الشق، ويأتي نعم الكتاب نعم الرابع الانتفاضة، وده برضه حدثنا عنه أستاذ حمدي. دي انتفاضة يناير 77، نعم مرافعة الأستاذ اللي أنا تلميذه، يعني الأستاذ العظيم نبيل الهلالي، هايل اللي علمنا حاجات عظيمة جدا للغاية ما زلنا متمسكين بيها الحمد لله رب العالمين. نعم، بنحييك على كل نعم هذه المجهودات الحقيقة، ونأمل زي أشكرك ما حضرتك كده متفائل إنه يكون هناك تغييرات تأتي من خلال أكيد. البرلمان، ويجب أن نتفائل يعني. واحنا ما بنيأس، احنا ما بنيأس لان احنا اصحاب قضية، صحيح اصحاب قضية صحيح، بشكرك اكيد. شكرا جزيلا استاذ حمدي لصوت شكرا وجود لحضرتك، حضرتك شكرا معانا، لزوجك، بشكرك شكرا تحياتي جزيلا، للناس كلها. وبنشكرك على شكرا خدماتك شكرا. ايضا الجليله، وانا اعلم ان العفو حضرتك العفو في العفو كثير من القضايا بتترافع العفو. متطوعا يعني، فحقيقي الحمد لله نعم، الحمد شخصيه لله جميله جدا، الحمد بنشكرك لله. جدا استاذ حمدي أشكرك الاسيوطي، أشكرك جدا، نشكرك تحياتي تحياتنا تحياتي، لحضرتك. مع السلامة. سمعنا حاجات كتير متهيألي، ومكالمة هامة جدا وفيها مواضيع كتيرة جدا تاني محتاجة كل شوية يعني نبقى نسمعها كده بالراحة، وأنا أسمعها تاني معاكم لما نحطها على موقع التواصل الاجتماعي ونرفعها على اليوتيوب، بحيث فعلا فيها نقط مهمة جدا. ويأتي بقى إن إحنا بنعول على البرلمان إنه إحنا دلوقتي بنقدم له نصوص وقوانين بتتعارض مع الدستور اللي إحنا يعني استفتينا عليه. طيب ما الحل في هذه القوانين؟ هل ستتركوها؟ هل ستتركوا الأدباء والمفكرين والمهنيين كمثلا إعلاميين زي ما إسلام قدم مادته من خلال الإعلام؟ هل ستتركوهم فريسة لهذه الأفكار وهذه الأحكام يعني الغير زي ما بنقول الظالمة والغير عادلة بالمرة؟ ولا هيكون في حل لمثل هذه الامور؟ وطبعا كده المعلومه بالنسبه للاستاذ اسلام جاويش كده صححها لنا، يمكن كان زميلنا نعرضها تاني، كان زميلنا بيعرض الصور، لانه لما انتشرت الموضوع وانتشر ان اسلام جاويش اتقبض عليه علشان خاطر الورقه، هو مسمي الورقه مسميها كده الموضوعات او
الكاريكاتير واللي بينزل معاه ده مسميها الورقة. فزي ما انتوا شايفين يعني هو يعني حب بس يعني طبعا هو من الناس اللي لو تشوفوا وبعدين هو بيرسم على فكرة، وأحمد فتحي هو اللي بيكتب، وبناء عليه هنا فكر مشترك، وكلها بتأتي في إطار برضو توقف. يعني كان في كام حاجة على البرلمان، كان في كام حاجة عن مصطفى بكري ومرتضى منصور وأحمد موسى. ف يعني لو اعرض لنا كام حاجة تاني، يعني بيتكلم اهو بما تفسر مصطفى بكري، بيسأل أسئلة في إطار سخرية، وزي ما احنا شايفينه بنأكد اهو الرسومات رسومات إسلام، وده اللي اتقال، والكتابة كتابة لأحمد فتحي، يعني شخصية العام مثلا في إطار كوميدي، رجل اسكندرية اللي هو كان بيرفع الناس ويعديهم في المطرة، ولا أحمد موسى، ولا يعني ايه مصطفى بكري، يعني كلها أمور زي ما حضراتكم شايفين في إطار آخر. فيا جماعة ايه المشكلة انك انت اذا كان يعني برضو حتى موضوع إهانة الرئيس ولا الكلام ده كله، ليه برضو الناس بتخلوا ده يدي فرصة؟ لان الكل دلوقتي قال لك يعني ده لو يعني انا اسفة في التعبير ده اللي اتكتب على المواقع التواصل الاجتماعي من اللي منتهزين الفرصة، انه لو يعني حد شاف الرئيس وما صلاش على النبي يعني ممكن يتقبض عليه. مش كده يعني، خلي الامور تاخد الاطار اللي عايزين ان احنا يعني نبان فيه ان احنا فعلا مع الدستور، مع حرية الإبداء الرأي، مع كل الأمور دي كلها. الحقيقة نأمل ده، يعني نأمل هذا الأمر. طيب هنروح من مصر إلى مؤتمر جنيف، ومعانا ومع حضراتكم اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالمخابرات الحربية والخبير الاستراتيجي. برحب بحضرتك سيادة اللواء. سيادة اللواء، اهلا، مساء الخير يا ستي. مساء النور، ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا 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 وسهلا. بحضرتك. طيب رؤية على ما يحدث بالنسبة لمؤتمر جنيف، اللي يمكن حب ديمستورا أن يطلق عليه محادثات السلام وليس جنيف ثلاثة، وبدأ بالفعل دلوقتي نقدر نقول يدخل في الإطار المرجو، أنه في المعارضة اشتركت، والنهاردة كان في جلسة مع المعارضة، وبالفعل هيكون في جلسة غدا إن شاء الله مع ممثلين الحكومة، دي الجلسة الثانية. كيف ترى حضرتك هذه المحادثات، وهل من أمل إن فعلا هذه المحادثات ستخرج بحل سياسي لأزمة سوريا اللي دخلت في عامها السادس؟ يعني هذا ما نرجوه ان شاء الله، نعم ان بدات فيه خطوات. يعني المهم ان احنا نبدا، وكانت دي المشكله ان مش عارفين نبدا. فاذا كان هيقول محادثات من جنيف 2 جنيف 3 مش هي دي المشكله، نعم لكن المهم دلوقتي اطراف النزاع موجودين مع بعض وفي تفاهم، او في على الاقل بنسمع راي ده وبنسمع راي ده. اهم شيء في هذا اللقاء ان اللي عايزين دلوقتي لاول مره بنتكلم عن الشعب السوري. كانت المشكله دايما صحيح، مين عايز يشيل الاسد ومين عايز يخلي الاسد، مين عايز يعمل حكومه ومين، يعني بيتكلموا في شيء وسايبين الشعب السوري. لما شفنا مصائب لم يرى التاريخ قبلها، ان اطفال ونساء ومرضى وجوع بهذه الدرجه البشعه التي لم يرى العالم مثلها، وشعب يقتل نفسه. يعني كيف يقبل هذا الشعب الليبي، او تقبل اسف السوري وهؤلاء الناس، ان يحاصر ابنائهم لهذه الدرجه واطفالهم يصلوا لهذه الامراض وهذا الحصار القاتل، اللي هو بيعتبر ضد كل الاعراف الدوليه والانسانيه. يبقى نعم النهارده عايزين او اول شيء يفك الحصار عن الناس الجوعه دول، تدخل لهم معونات. هم صحيح، قالوا نخلي المدنيين، ما فيش مشكله اخلي. المهم دلوقتي عايزين نشيل السكينه اللي فوق رقبه الابرياء من المدنيين السوريين. بعد هذا يجب ان يكون هناك ما تم الاتفاق عليه من قبل، اللي هو المرحله اللي هو الست شهور دي، ثم بعدها اللي هتعمل فيها حكومة ائتلافية، ثم بعد ذلك يختاروا رئيس جمهورية بعد 18 شهر. ده يا ريت نقدر نوصل لهذه الدرجة، لأن لن يحل مشكلة سوريا إلا السوريين أنفسهم. إنما أن يفرض عليهم حل من الخارج، فالحل الخارجي كل طرف من الخارج بيتدخل، إنما لتنفيذ نقول إيه أجندة ليه، هو ليه أهداف من وراء هذا اللقاء عايزة تعود عليه. احنا عايزين
الدرجة الأولى عايزين سوريا لا تتفرق، تظل كما هي سوريا، أو تعود سوريا الموحدة وليست سوريا الكردية وسوريا العلوية وسوريا الدرزية، مش نعم. عايزين ده على الإطلاق، عايزين طب سوريا من خلال، تكون هي سوريا نعم، الموحدة. هو ده حتى كان المعارضة علقت النهاردة بالنسبة لموضوع تمثيل الأكراد، وعلق إنه الأمل للجميع إنه تكون سوريا لكل الشعب السوري، لكل الطوائف الموجودة. لكن من خلال متابعتك لغاية دلوقتي لما حدث في هذه المحادثات، يعني هل الأمل ده بنسبة كام تقريبا؟ كلنا بنأمل طبعا إنه يكون في حلول، وإنه أيضا كان المتوقع إنه يتم وقف إطلاق النيران قبل هذه المحادثات، انه يكون فعلا في اتفاقيات على موضوع المساعدات اللي هتوصل للمحاصرين، ولكن هذا لم يتم وبدأت المحادثات بدون هذه الشروط. فهل ده ينعكس ان احنا كده لا، هناك قلق من عدم جدوى، او مش لا هناخد؟ بص، نعم اتفضل. هقول لحضرتك، دائما اي مفاوضات بتبدا بالتشدد والتوجس، والكل خايف من التاني، نعم وكل واحد نازل بشروط على اعلى معلي سقف التفاوض عنده لاعلى مدى، ان صحيح، هو عايز اقصى فايده وعايز الطرف الاخر ما ياخدش اي حاجه. انما الثابت في العالم كله والتاريخ بيقول ان المفاوضات التي توزع او بالعدل، ان ما فيش طرف يبقى غالب وطرف خسران، هي دي اللي يعني يجب ان يكون الكل كسبان، الخساره لو في خساره تبقى تتوزع على الاطراف كلها، ما نعم فيش طرف يشيل الخساره وطرف يفوز بمكاسب، لان مهما كان حتى هو الطرف القوي، فمعنى كده ان انا بازرع لغم ممكن ينفجر في اي وقت، ان نتيجه ان في ظلم، يعني دوله الايه؟ الظلم ساعه ودولة العدل إلى قيام الساعة. فإذا كان هناك عدالة هي دي اللي هتضمن إن أي اتفاق هيستمر. اللي أنا بقول لحضرتك، ما نتخضش إن الكل داخل متشدد، ده في البداية دائما على مر التاريخ دائما تبدأ المفاوضات بتشدد وبتوجس وخوف، إنما واحدة واحدة لما بيبتدوا إيه يقربوا، ودي شغلة بقى المندوب أو الوسيط اللي بينهم، نعم يعني ان شاء الله دي هيبتدي ايه، ده يبتدي يتنازل خطوه وده يتنازل خطوه، هيبتدوا يقتربوا، يعني اكيد اللي جاي هيبقى افضل من البدايه، والشعب هو الضاغط رقم واحد عليهم، يجب ان يشعروا ان هناك شعب يموت من الجوع، يموت من صحيح البرد، صحيح. يموت من الحصار، اذا ده اللي لازم السوريين يعرفوه، ولا يعني يعطوا اذانهم ويطلقوا قرارهم لضغوط أو لتوجهات من دول أخرى ليس في أجندتها الحفاظ على حياة الشعب السوري ولا على وحدة سوريا. نعم، ويمكن زي ما حضرتك ذكرت في بداية حديث حضرتك انه هذه المحادثات لأول مرة الحقيقة بتركز على المواطن السوري، وبتركز على حقوق هذا المواطن، وعلى يعني فعلا لمحات إنسانية زي ما شفناها مع حضرتك الحقيقة. بالضبط. فيعني من الواضح كده انه حتى دي مستورة، يمكن حضرتك توافقني بانه كان ذكر بانه المحادثات دي ليست لها سقف زمني، ممكن أن تطول، وبالتالي انه النية ان يكون في وصول لحل سياسي. ده احسن شيء، ان هي بلا سقف زمني، نعم سقفها الزمني هو الوصول لحل، صحيح يعني انتوا مش هتمشوا من هنا لما ايه، لما بالضبط، تتحل المشكله، اللي هم على مدى وزي ست ما قلنا شهور ان ان شاء إيه؟ الله نقعد 6 شهور يعني لا ذهاب ان شاء وإياب الله، يعني يعني. بس هو نعم في البدايه الكل بيبقى ايه، متشدد، صحيح واحده واحده هنبتدي هنجد العالم، هنجد العالم كله او قصدي الاطراف بتبتدي تهدى، بتبتدي كل واحد يغلب المصلحة بتاعة الشعب اللي وراه، يعني إن شاء الله أنا متفائل بهذا اللقاء، إنه لابد وأن يخرج بمكاسب للشعب السوري. إن شاء الله بنأمل هذا جميعا. بنشكرك شكرا جزيلا وجود حضرتك معنا، سيادة اللواء العفو. نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالمخابرات الحربية والخبير الاستراتيجي، شكرا جزيلا لحضرتك. لو استكملنا وحبينا أيضا نعرض على حضراتكم هذا التقرير، كان من يورو نيوز، حول الأزمة السورية وتفاؤل بالرغم من هشاشة الأجواء. يمكن برضو خلوا بالكم موضوع هشاشة الأجواء والدنيا دي كانت نتيجة لأنه ما كانش فيه تمثيل كافي للمواطنين
معارضه، ولكن بدا التمثيل بالامس زي ما قلت لحضراتكم. كان هناك جلسه يعني ترحاب من قبل ديمستورا بالوفد الممثل للمعارضه. النهارده كان في محادثات جاده، كان المفروض يكون في محادثات مع الحكومه تم تاجيلها لغدا على اعتبار ان يكون ما هو الجديد اللي هيكون يتواصل اليه ديمستورا مع المعارضه. ويمكن زي ما حضراتكم شفتوا قلنا المحادثات واخده اطار ان المجموعات مش بتواجه بعضيها، المجموعات في غرف وديمستورا هو من يجلس مع كل مجموعه وينقل الاتفاقيات للمجموعه الاخرى، وبيحاول كل ده جاهدا انه يصل لحلول وسط في هذا الامر. وبالتالي ان نأمل وكلنا تفاؤل، والتفاؤل ده لازم يكون موجود عشان كلنا بنبص للناس اللي بقت حالتهم صعبه جدا، للاطفال اللي بيتشردوا في كل مكان. النهارده كان في تقرير على فكره من تقريبا من المفوضيه الاوروبيه او من يعني من اوروبا بيقول ان في حوالي 10,000 طفل مفقودين من اللي هم دخلوا للدول الاوروبيه او دخلوا عن طريق لليونان او ايطاليا، مش عارفين مفقودين فين. بعد ما سجلوا الاول دخولهم الاولاني محدش يعرف عنهم حاجه بعد كده، هل تم استغلالهم من قبل عصابات؟ هل خايفين يبلغوا علشان خايفين انهم يرجعوهم؟ اطفال دون ال 18 سنه كانوا جايين من غير اهاليهم، او اللي هم لما كانت بتتفتح الحدود فتلاقي ناس بتجري وتتقفل تاني، فتلاقي اسر تتشتت، يعني تبص تلاقي ممكن اطفال مشوا والاب والام في الناحيه التانيه ما خرجوش. طب احنا بنتكلم هنا عن ازمه انسانيه بكل المقاييس، سواء للموجودين في سوريا او اللي بيسافروا بره سوريا وبياخدوا الطريق الصعب وبياخدوا البحر وبيموت كل يوم منهم عشرات. فبالتالي كلنا نامل في الحل من اجل الانسان، من اجل المواطن السوري والطفل والمراه. اتصالاتها عبر الوسيط الأممي ستيفان ديمستورا قبيل انطلاق المحادثات اليوم الاثنين تحت إشراف الأمم المتحدة في أجواء يسودها التفاؤل رغم هشاشتها. هجمات حي السيدة زينب في جنوب دمشق ألقت بظلالها على هذا الحدث. بشار الجعفري شدد على من وجود رابط بين الإرهاب ورعاة الإرهاب ومشغلي الإرهاب من جهة، وبين بعض المجموعات التي تدعي أنها ضد الإرهاب. ممثل النظام السوري في هذه المحادثات أضاف بأن المعارضة لا هي بجدية ولا ذات مصداقية. كيف كانت أجواء المحادثات غير المباشرة من وجهة نظر ديمستورا؟ كانت مفيدة، واللجنة العليا للمفاوضات كفيلة بالقول لكم ما هي خططها، لكن الاجتماع كان مفيدا. هل ديمستورا متفائل؟ عملي يفرض علي أن أكون دائما متفائلا وحازما أيضا. من جهته قال الناطق باسم اللجنة العليا للمفاوضات المعارضة لدمشق سالم المصلط عن هذه الاتصالات الأولى: لقد عقدنا اجتماعا جيدا فعليا مع السيد ديمستورا، الأمور إيجابية وتلقينا رسائل إيجابية جدا. وفد المعارضة السورية متمسك بمطالبه بوقف عمليات القصف التي تنفذها قوات النظام وفك الحصار على المناطق المحاصرة وإطلاق. وكما ذكرت لحضراتكم كده ان شاء الله تأجل الاجتماع مع الحكومه لممثله وفد الحكومه الممثله او بيرأسها الجعفري، هيكون غدا باذن الله. وايضا المعارضه السوريه كانت على لسان سالم المصلط كانت تحدثت ايضا عن ماذا توصلوا بالنسبه للمحادثات مع ديمستورا. وقال المتحدث الرسمي باسم هيئه المفاوضات العليا ان المنسق العام للهيئه رياض حجاب قد وصل جنيف يوم الاثنين النهارده يعني قادما من قطر. واشار المتحدث تحدث إلى أن ممثلي اللي هم جيش الإسلام وأحرار الشام ليسوا ضمن وفد المعارضة في الوقت الحالي، لافتا إلى أن قرار مشاركة علوش يعود إليه. كل دي الحياة زي ما شفنا كده، بنكمل لحضراتكم الصورة. وإنه بالتالي تم الرضوخ لطلب روسيا في عدم وجود طبعا، وده أكيد أيضا من طرف سوريا، عدم وجود ممثلين اللي هم الاثنين بتوع جيش الإسلام وأحرار الشام. ولكن يأتي أيضا أن هيئة المعارضة السورية بتهدد بالانسحاب إذا لم يتم إيقاف إطلاق النار. ويمكن ده برضو بيحاول فيه ديمستورا أنه الأمور ما تصلش لهذا المنحنى، وانه قرر الوفد المشاركه بناء على وفد المعارضه بعد حصوله على ضمانات بشان تنفيذ القرار الدولي 2254 الخاص بوقف اطلاق النار، رفع الحصار، فتح ممرات امنه لايصال المساعدات الى المناطق المحاصره، وايضا اطلاق سراح الاسرى.
على الجانب الآخر، وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بيتهم الأسد باعتماد الحصار كتكتيك متعمد ضد المدنيين، وده أيضا أعتقد أنه هيتم من نقاش هذه الأمور بالنسبة للحصار. والطلب بالنسبة لمجلس الأمن 2254 هو فك الحصار عن أيا كان مين اللي عامل الحصار، يعني يجب أن يكون هناك فك حصار عن مضايا كفراية الفوعة الزبداني، كل المناطق اللي فيها حصار. لافيروف وكيري يبحثان هاتفيا تنظيم المفاوضات السورية في جنيف، وأيضا الرئيس الدكتور بشار الأسد بيجري تعديلات في مناصب عسكرية وأمنية شملت، كان أبرزها تعيين اللواء طلال مخلوف قائدا للحرس الجمهوري خلفا للواء بديع حسن. وحسب المصادر، أصدر الرئيس السوري قرارا بتكليف اللواء جمال سليمان بقيادة الفايلق الثالث ورئاسة اللجنة الأمنية المعنية بمدينة حمص وسط سوريا بعد إعفاء اللواء لؤي معلى من مهامه. ومسلحون في سوريا يفرضون إتاوات على الفارين إلى مناطق آمنة. الحقيقة مش بس فكرة إتاوات، أنت أي دلوقتي أي أسرة علشان تخرج من سوريا بيبقى في اللي هم المهربين دول، بيدفع لهم آلاف، وممكن الناس تدفع آلاف عشان تموت في البحر للأسف الشديد. وده اللي حاصل، لأنه الناس كلها بتبقى عايزة طبعا تخرج من هذه من المعاناة اللي هي بتعانيها في سوريا، أملا بأنها تجد أي دولة أوروبية تحتضنهم. الجبير وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي بيقول أن هم تم بحث التصدي لعدوان إيران في المنطقة مع المسؤولين الأتراك، وأنه بحث مع نظيره التركي عدة ملفات من أبرزها طبعا الوضع في سوريا ومفاوضات جنيف، وأنه دعم بلاده للمعارضة، ده اللي أكده الحقيقة الجبير، والداعم كمان لحق تركيا في الدفاع التام عن نفسها، مشيدا بالموقف التركي الداعم للمعارضة السورية. يعني هما الاثنين اتفقوا، السعودية وتركيا، على دعم المعارضة السورية اللي هي اللي اسمها المعارضة المسلحة دي، اللي مش فاهمة يعني ايه تبقى معارضة مسلحة. ولكن كل ده في اطار الامر دلوقتي اخذ حيز المحادثات اللي كلنا متفائلين زي دمستورة كده حسب وظيفته زي ما قال، ان احنا كلنا متفائلين ان توصل ان شاء الله لحلول باذن الله يا رب ان شاء الله. يعني عندنا كمان الحقيقة لو حبينا برضو ناخد بعض الأخبار كده أو بعض العناوين السريعة بالنسبة للأحداث الأخرى في اليمن، أو بالنسبة أيضا لبعض الأمور الخاصة بحول العالم. احنا على فكرة النهاردة في أيوة، ولاية أيوة الأمريكية، هناك النظام بس الانتخابات الامريكيه كده، انتوا الناس شكلها يعني مش فاهمه الدنيا قوي في امريكا، الانتخابات غير تقليديه، يعني انت مش بيبقى مرشحين زي ما كان في مصر وبعدين يدخلوا في الانتخابات وتقعد بقى الناس تصوت وتختار واحد منهم وهكذا، لا احنا هنا لان في حزبين، في حزب جمهوري وفي حزب ديمقراطي، كل حزب بيقدم مرشحيه وتحصل تصفيات للحزب لكل حزب، الجمهوري لازم يصفى على واحد والديمقراطي يتصفى برضو على مرشح واحد. اللي بيحصل ده بيحصل النهارده في ايوه، احنا النهارده ان شاء الله المفروض بعد ساعات لسه هم مستمرين في انه هيتم يعني، ودي بتبقى على فكره عباره عن جلسات، مش بتبقى ناس بتروح تعمل تصويت او كده، لا بتبقى جلسات حزبيه كل حزب والدنيا وامور ومعارك كده شكلها داخل، يعني بيبقى شكل سياسي، وده من زمان لان هذه الولايه هي الاكثر ولايه فيها نشاط سياسي، علشان كده دايما تم الموضوع بيتم في ايوه. اللي هيحصل النهاردة انه لغاية دلوقتي طبعا بتحصل برضو مفاجآت في اللحظات الاخيرة دي، يعني احنا على بال اخر اليوم بتوقيت ايوة المفروض انه ممكن كمان يصاروا، هنعرف بقى مين في المرشح الجمهوري ومين المرشح الديمقراطي. لغاية دلوقتي طبعا كان هيلاري كلينتون هي اللي كانت في المقدمة بالنسبة لهذه الترشيحات، ولكن بيقال انه برضو في حد تاني من الديمقراطيين قربناها، ساندرز قرب يعني، ودي برضو كانت غريبة ان انت تلاقي انه في الوقت ده المفترض ان هي كانت، يعني هتقولنا نسبتها تاني معلش، ان هي كانت متقدمة بشكل اكبر من كده، فالنهاردة بنلاقي ان هي 47 وساندرز خلاص يعني قرب لها جدا 45 تقريبا، فكده يعني فارق 2%. فالمفروض الموضوع هيتحسم النهارده، الكل كان شايف انها هيلاري كلينتون بس ساندرز عالي شويه، لكن اعتقد انها هتبقى هيلاري كلينتون. لو رحنا للجمهوريين هنلاقي طبعا ان احنا عندنا دونالد ترامب ب 32%، واللي بعده تيد كروز برضه بعده بشكل كبير بعده 25%، بصوا الفارق. فبالتالي برضه هل هتنتهي النهارده زي ما البعض متوقع ان يبقى الديمقراطي هيلاري كلينتون والجمهوري دونالد ترامب؟
رجل الأعمال دونالد ترامب، اللي هو أثار طبعا يعني زي ما بنقول حوله أمور كتيرة من التصريحات بتاعته. فكل ده النهاردة إن شاء الله أنا بس بدي لحضراتكم فكرة في الموضوع، وفي نفس الوقت اللي مش فاهمين برضو الانتخابات الأمريكية لازم اتنين، وهم بقى دول الاتنين اللي كل واحد ممثل عن حزبه، هم دول اللي بيدخلوا للتنافس الأخير. خلينا طب نشوف التقرير الحقيقي، عشان برضو ما دام اتكلمنا عن الموضوع ده ويبقى كده احنا الموضوع غطيناه، وكلنا في انتظار النهارده. يعني كل امريكا بتبقى عينها على ايوه علشان نشوف ايه اللي هيحصل النهارده، ومين هم المرشحين اللي هيتم التنافس بينهم لغايه بقى نهايه السباق اللي هو نوفمبر 2016. على الرغم من أن حوالي 1% فقط من المندوبين في البلاد يتم اختيارهم في ولاية أيوا، إلا أن هذه الولاية الريفية التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة تحصل عادة على معظم اهتمام وسائل الإعلام لافتتاحها سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية. ويقول جيمي فيتس جيرالد: في الواقع نحن لا نقوم بالتصويت كما هو الحال في الانتخابات، بل ننتخب مندوبين ليحملوا رسالتنا من ولاية أيوا إلى المرشح الرئاسي. إنه حقا اجتماع تنظيمي مع جيراننا. الآلاف من سكان ولاية أيوا يجتمعون في المكتبات والقاعات الدراسية ومراكز الإطفاء لسماع خطب قصيرة من السكان المحليين لحثهم على دعم هذا المرشح أو ذاك في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. ويضيف فيتس جيرالد: يتم التصويت سرا في المجالس الانتخابية الجمهورية، لكن تذاع النتائج على العلن، في حين ليس هناك سرية في انتخابات الديمقراطيين، بل يتم دعم المرشح المختار، فإن كان نشيطا يبقى الناخب معه، وإلا انتقل إلى مرشح آخر. وهكذا غالبا ما نسمع في أيوا عبارة: إن لم أكن خيارك الأول فهل من الممكن أن أكون خيارك الثاني؟ لأسابيع قام متطوعو الحملات الرئاسية لكل من الديمقراطيين والجمهوريين بطرق جميع الأبواب لتوزيع منشورات بهدف دعم المرشحين، إذ وحدهم المرشحون الذين يحصدون المراكز الثلاثة الأولى في ولاية أيوا يحصلون على ما يكفي من الزخم للاستمرار في السباق الوطني. ونتيجة الوقت الطويل الذي تستغرقه عملية المشاركة في المجالس الانتخابية، يبرز هذا النظام الأجنحة الأكثر نشاطا من الطرفين، ولكن قد يكون هذا العام مختلفا. فتقول نيكول هوتون: لا أعرف، لم يسبق لي الاستعداد لإخراج الديمقراطيين من هناك، أما الآن فأنا جاهزة لبعض التغيير. أعتقد أن الكثيرين ممتعضون من ممارسات الحكومة، فهي تقول شيئا وتفعل آخر. تتفرد أيوا أيضا بعرض موسيقي يعرض حاليا في مدينة ديموين، بدأ عرضه لأول مرة في العام 2004. بين الفن والواقع تحاكي شخصيته. أجواء ظريفة جدا وجميلة، ولكن في سلوك برضو ممكن نتقال إن هي ممكن يعني تؤثر على عدد المشاركين في هذا الرأي. في أيضا كان تم الحكم على بريطانية سجن بريطانية بسبب انضمامها لتنظيم الدولة الإسلامية، وفي اليمن انشقاق ما بين سرية من الجيش الموالي لصالح والحوثيين اللي هي المقاومة الشعبية في ريف العاصمة اليمنية صنعاء، قالوا إنه في انشقاق، وسرية مكونة من 50 جندي وضابط من قوات الحرس الجمهوري الموالية للحوثيين او حليفهم الرئيس الاسبق علي عبد الله صالح انضمت السبت الماضي الى القوات الموالية للحكومة في بلدة نهم شرق صنعاء. على فكرة في اخبار كتيرة، انا مش بتكلم عن الخبر ده، ولكن خلوا بالكم ان كل شوية بتلاقوا خبر يقول لك ايه مش عارف وفاة صالح، اتقبض على صالح، الكلام ده كله خلوا بالكم بس وانتم بتعملوا شير لاي اخبار، ان انتم تبقوا حريصين انها تكون من مواقع ذات مصداقية. في بكين تتهم واشنطن بالسعي للهيمنة على بحر الصين الجنوبي، وفي فرنسا راؤول كاسترو في زيارة رسمية إلى فرنسا هي الأولى منذ 21 عام، وحكومة نتنياهو بتسمح بالصلاة المختلطة عند حائط المبكى، وده كان في الجلسة اللي كانت للحكومة الإسرائيلية بالأمس، إنه تم الاتفاق على السماح لليهود المحافظين والإصلاحيين بإقامة منطقة صلاة مختلطة للرجال والنساء جنوب حائط المبكى رغم معارضة اليهود الأرثوذكس. يعني في كل مكان في أمور كده، ولكن خلونا ناخد فاصل ومش هنبطل نصلي من أجل كل الأمور اللي بتحصل، وخصوصا نجاح المحادثات في جنيف، لأنه ده بيعتمد على إن احنا زي ما بنقول إنقاذ المواطنين السوريين، وأيضا الأمور اللي حاصلة في اليمن والأحداث الصعبة في كل مكان. نصلي ومش هنبطل نصلي.
التهديدات لما نفوس بريئة تبقى ذكريات ما فينا شعر بقوة والصراخ في القلب جوا لكن نحوك عينينا مش هنبطل نصلي مش هنوقف نغني عبيدك ربي بيك متمسكين مش هنبطل نصلي مش هنوقف نغني عارفينك رب عادل تجري حكم للمظلومين مش هنبطل نصلي مش هنوقف نغني انت قلت ان الكنيسة اقوى من باب الجحيم مش هنبطل نصلي مش هنوقف نغني هنبارك وهنغفر وهننسى كل قليل عشان نشيل اسمك الموت يهون ده انت عالصليب دقت الألام وفي اليوم التالت قمت دست الظلام مجد يا رب اسمك اعلن يا رب حقك ورينا معجزات تجري حكم للمظلومين مش هنبطل نصلي مش هنوقف نغني انت قلت ان الكنيسة اقوى من باب الجحيم مش هنبطل نصلي مش هنوقف نغني هنبارك وهنغفر وهننسى كل قليل حضراتكم شوية عناوين كده سريعة بالنسبة للشأن الداخلي المصري. وعندنا الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل وزير الخارجية التشيكي لبحث كيفية دعم العلاقات الثنائية، والوزير التشيكي بيقول التشيك تعتزم إمداد الشرطة المصرية بأسلحة خاصة لمواجهة الإرهاب. ولكن الجديد الحقيقة واللي كان كاتب عنه يعني من كام يوم كده واحد من المحسوبين على الإخوان، قال لك إنه قريب استنوا
أيمن النور بالتحديد، يعني كان كاتب انه استنوا هيكون في قضيه دوليه على الرئيس السيسي، وبالفعل النهارده لقينا خبر بيقول المحكمه العليا في فرنسا تقبل اول دعوه قضائيه اقامتها منظمه افدي الدوليه لحقوق الانسان وصوت حر ضد الرئيس السيسي، تتهمه بارتكاب جرائم تعذيب ممنهج ومعامله تحط من الكرامه الادميه ضد معارضيه السياسيين، وذلك ياتي بعد شهرين من زياره الرئيس السيسي لفرنسا، حيث يشترط القانون الفرنسي وجود المشكو في حقه على التراب الفرنسي، وهو ما تحقق بالزياره. وسيترتب على قرار المحكمة الفرنسية استدعاء كل من تقدم بحقه أدلة تشير إلى تورطه في جرائم التعذيب، بداية من السيسي مرورا بوزارة الداخلية، بوزارة الداخلية والدفاع والضباط. الحقيقة الإخوان مش ساكتين، وكل شوية بيحاولوا يعملوا حاجة، ولكن إن شاء الله يعني كل ده يطلع على ولا حاجة إن شاء الله. رئيس الوزراء بيلتقي نواب الشعب بالمحافظات لحل مشاكل المواطنين على أرض الواقع، وبدأ بنواب دمياط وبورسعيد والأقصر والإسماعيلية والسويس. والحكومة انتهت خلاص من برنامجها اللي هيتم عرضه على البرلمان منتصف فبراير، وشريف اسماعيل بيقول لابد من اسراع في تنفيذ المشروعات. وكل الفكره البرنامج بيعتمد على انه التحسين من مستوى المواطن المصري وتحقيق العداله الاجتماعيه، ده اهم نقاط اعتمدوا عليها بالنسبه للبرنامج الحكومه اللي هيطرح امام البرلمان. حاجه بقى في كوميديا جدا، يعني اللي هو يعني حتى كتبت عنه على الفيسبوك خبر كوميدي اخر حاجه، رئيس هيئه الطرق بيقول لكم ايه يا جماعه، بيقول لكم ان الطرق المكسره بتجبر السائق على خفض السرعه وبالتالي تقل الحوادث. يعني خلوا بالكم يا مصريين، الطرق المكسره اللي عندكم دي ما تأملوش ولا تفتكروا ان ممكن تتحل تتعالج تتصلح، لا ده بالعكس، ده احنا ممكن بتلاقي الناس نازله تكسر الطرق الباقيه السليمه علشان خاطر رئيس هيئه الطرق. الراجل قال لهم كده، يعني انتوا دلوقتي الطرق المكسرة دي ممتازة عشان بتقلل السرعة وبالتالي هتقلل الحوادث. شفتوا حاجة زي كده بتحصل في اي حتة؟ طبعا يا جماعة يا سلام، دي فكرة احنا نطرحها على العالم كله. وطبعا كم التعليقات اللي اتت على هذا الخبر الحقيقة غير طبيعية، يعني كم كبير جدا، لانه في ايه يعني ايه اللي بيقولوه المسؤولين ده؟ في حاجة اسمها كده؟ يعني في حاجة في الدنيا اسمها كده ان احنا الطرق هي دي اللي تفضل تجبر السائق المكسرة تجبر السائق على انه يخفض سرعته وبالتالي هتقل الحوادث؟ بنشكرك جدا يا رئيس هيئه الطرق، ولكن لم توفق الحقيقه يعني، وانه دي مشكله كبيره جدا ان يكون في مسؤولين ليهم تصريحات زي كده يعني. ووفاه 4 أشخاص واصابه 27 في حريق بقسم الاشعه بمستشفى الشروق بالاسكندريه، وتم نقلهم لمستشفى سموحه الجامعي ومستشفى الاميري الجامعي. طبعا يعني ايضا حريق زي كده وادى الى هذه الأعداد بالنسبة للقتلى والمصابين. عندنا كمان خبر أيضا كان الحقيقة يعني كتير اهتموا بيه، وموضوع زيادة أسعار الجمارك، قرار بزيادة الجمارك على 500 سلعة مستوردة، منها 28 سلعة ترفيهية، والقائمة ضمت أغذية أدوات مطبخ عطور ملابس مستوردة تكييفات تجهيزات حدائق مستلزمات بناء وأقلام مولعات، وتضم أيضا بعض الفواكه التي لها بديل محلي وأغذية الحيوانات الأليفة وأدوات استراجة ومكسرات وفواكه البندق واللوز والفستق والكاجو وفي كمثرى ومشمش. والحقيقة طبعا يعني أنا كان عاجبني قوي عمرو أديب وهو بيتناول هذا الأمر، اللي حاصل إيه؟ إن الجمارك إنه الجمارك زادت على هذه السلع، نلاقي بقى الغرف التجارية، يعني بصوا حضراتكم لو معانا صور تانية للسلع دي تلاقي بقى حضراتكم إيه، الغرف التجارية قالت ان قرارات زيادة الجمارك وقبلها تقييد عملية الاستيراد ستنعكس على الاسعار بزيادة لا تقل عن 25%، وان اللي هيتحملها هم محدودي الدخل، بالاضافة لانها تعزز الاحتكار. رئيس جهاز حماية المستهلك بيقول احمدوا ربنا انكم عايشين. حقيقي يعني فعلا الناس دي لازم تفكر قبل ما تدلي بتصريحات. مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك بقى بيرد عليهم وبيقول لهم القرار زيادة الرسوم الجمركية على سلع ما بين 500 و600 أغلبيتها يعني ده هيرفع الحصيلة الجمركية خلال النصف الثاني من السنة المالية 2015-2016 بنحو مليار جنيه و128 مليون اللي هو 128 مليون دولار. طيب احنا بنتحدث بعض السلع في دي اللي هم اعتبروها سلع موافقين تماما على انها يعني في حاجة اسمها بطانية كهربائية ولا بطانية مش انا معرفش، وعن نفسي حتى عمرو اديب قال لك ايه البطانية الكهربائية دي، انا معرفهاش برضه،
وحاجات تانية كده غريبة، ومش عارف حلة الجرانيت وحاجات عجيبة المنظر وأسعارها. يعني قال لك حلة الجرانيت دي بتوصل ل1000 و1500 جنيه لو هي زادت لها يعني وبقت ب2000 جنيه، دي هتفرق مع اللي بيشتريها ب1500 أساسا؟ مش هتفرق كتير. فبالفعل فعلا الموضوع هنا مش سلع كتير جدا من السلع دي مش هتأثر على محدودي الدخل حقيقي. يعني هي ممكن بقى التأثير يجي في انه الشخص اللي هو عنده بيزنس مثلا او عنده حاجات من السلع العادية، لما يروح بقى هو يتعامل مع السلع الترفيهية دي ويشتريها بسعر غالي ممكن يعاقب بقى الباقيين ويروح معلي. بس المفروض طبعا ده هيكون عليه رقابة وكل ده. وبالتالي زي بقول لحضراتكم اللي بيحصل ده من انه الاسراع في التصريحات لازم تكون مدروسة. يعني انت النهاردة محدودي الدخل ليه؟ هو محدودي الدخل ده هيروح يشتري الحاجات دي ليه؟ هو محدودي الدخل ده بيشتري الفواكه المجففة دي ولا بيشتري الكاجو ولا بيشتري الحاجات دي؟ محدودي الدخل ده راجل مرتبه يعني اللي هو يدوبك فعلا بيتراوح من 1200 1500 بيكفيه شهر كله، يعني ده اللي هو ليه هيروح يشتري الحاجات دي؟ فبالتالي اعتقد ان الغرف التجارية يعني لم توفق في مثل هذا الامر. عندنا برضو من الحاجات اللي يمكن انا بفكر حضراتكم بيها موضوع المزلقانات. فاكرين لما كان موضوع حادثة الوراق المعدية اللي غرقت، وساعتها قلنا انه يا جماعة من ساعة الحادث اللي كان في اسيوط بالنسبة للاطفال اتوبيس الاطفال واللي راح ضحيته حوالي 51 طفل، واحنا بنتحدث عن مشكلة المزلقانات، وبعد كده اتوبيس تاني كان برضو بتاع مدرسة مش عارف فيه. يعني عندنا حوادث كتيرة جدا ليها علاقة بالمزلقانات. ايه اللي اتعمل في المزلقانات؟ ساعتها الحكومة قال لك ان هي استيقظت من سباتها في موضوع المعديات وعملت بعض القرارات، وانا قلت الكلام ده في برنامجي ورجعوا الحلقات اللي فاتت. يا ترى هيهتموا بموضوع المزلقانات ولا برضه هنستنى لما تحصل حادثة ويبتدوا يفوقوا؟ وهو الحادثة حصلت في العياط، مسرع 6 اشخاص واصابة 21 في اصطدام قطار العياط مع سيارة نقل محملة بالركاب في طريق الكريمات بسبب شبورة مائية. طب انا برضه هنا توقفت، يعني ايه بسبب شبورة مائية؟ يعني لو ده مزلقان ايه علاقة الشبورة المائية؟ لو ده مزلقان وفي صوت بتاع المزلقان اللي على المزلقان ده الصفارة اللي المفروض انك انت تسمعها من اخر الدنيا، ولو في المزلقان نازل العربية دي بقى شبورة مائية مش شبورة مائية؟ مال الشبورة المائية؟ هتظلموا الشبورة المائية ليه؟ ولازم حد تعلقوا عليه دنيتكم؟ هتظلموها ليه الشبورة المائية؟ انت لو في مزلقان متظبط صح مقفول لغاية ما القطر يعدي علشان سلامة الناس اللي بتعدي خلاص. يعني احنا حتى كنا بنتكلم يقول لك ايه، يقول لك ده في مش عارف كام منطقه الاهالي هم اللي بيفتحوها على طريق القطر علشان يعدوا عليها، ودي كلها مخالفه وكل ما بتتقفل بيفتحوها تاني. برضو قلت لهم بتقفلوها بايه؟ ما هو لو بتقفلوها بخيط وحديده ولا حتى سلسله حديد ده منشار وهيقطع لك السلسله، خيط هيقصوه بالمقص، انت بتقفلها بايه؟ اقفلها بخرسانه، ما فيش اهالي هتقفل هتروح تهد خرسانه. فبالتالي احنا عندنا مشكله. المشكله كمان هنا حاصله بايه؟ حاصله ان ده عند مزلقان اساسي، مزلقان رئيسي، ويقول لك الشبوره المائيه. امال الناس اللي عندها تلج دي بقى، والناس اللي هي بيبقى اغلبيه السنه الناس مش شايفه على بعد متر قدامها، ليه ما بتحصلش حوادث الاطارات دي كلها؟ يعني مش معقول الكلام ده بجد فعلا. ويعني طبعا محافظ الجيزة هيصرف 5000 جنيه لأهل المتوفي و2000 من المصابين. بس احنا لغاية امتى بقى؟ وامتى هنفوق؟ وامتى هيكون ده من أولوياتنا، من أولويات الحكومة؟ يعني موضوع المزلقانات ده بتنادي عليه قد ايه؟ وقال لك اه وجبنا وعملنا وجات لنا حاجات ودراسات وهنعمل وهنطور، بس معلش اي حاجة عن التطوير. فهنا بتبقى كارثة ان ده مش منطقة عبور غير رسمية فتحوها الناس، ده مزلقان رسمي وقال لك شبوره مائيه. مال الشبوره المائيه بان في مزلقان ما عليهوش الحديده، ما فيش الصوت التنبيه؟ يعني ما هو ما فيش حد يا جماعه هيكون رايح عند القطر وعارف ان في وان الدنيا مقفوله وهيخترق الحديد المقفول ده علشان يعدي بسرعه. يعني ده اللي انا افهمه وده اللي بتوقع انه حصل في الحادثه دي. وربنا يكون في عون طبعا الاسر اللي فقدوا يعني 6 اشخاص توفوا و21 إصابة، ربنا يكون معاهم. عندنا كمان من الأخبار المهمة بالنسبة للجيش بيبدأ ترميم 23 كنيسة بتكلفة 110 ملايين جنيه، وده زي وعد السيسي لما وعدنا في يعني التهنئة بعيد الميلاد. والبابا توادروس بيفتتح اجتماع اللجنة الدائمة للحوار بين الكنيسة الكاثوليكية والكنائس الأرثوذكسية الشرقية بتضم الأقباط، الأرمن، الأحباش، السوريان،
والهنود، وده كان بدير الأنبا بشوي. وعقب الافتتاح عقد قداسة البابا توادروس اجتماعا مع الحضور على أن تبدأ كل كنيسة من الاثنين لغاية الخميس الموضوعات اللي هيتم طرحها على أن يكون الاجتماع الرئيسي بين الكنائس إن شاء الله الجمعة المقبل. نتمنى لهم كل التوفيق. بالنسبة لي كمان الحقيقة برضو خبر جميل جدا، المصرية الشابة فاطمة أحمد سعيد فازت بجائزة عالمية وهي جائزة السوبرانو، وده كان يعتبر إنجاز عالمي. حصلت على 3 جوائز في المسابقة العالمية 8 للغناء فيرونيكا، وأقيمت بالعاصمة الأيرلندية دبلن، فيما تجاهلت طبعا موضوع بقى إيه، الناس حلقت انه الخبر اللي موجود تجاهلت وزارة الثقافة ودار الأوبرا هذا الإنجاز، فلغاية دلوقتي حتى الناس بتتساءل هو تجاهلته ازاي، يعني المفترض تعمل ايه طيب. فهي اكيد ان مش هيكون في تجاهل طبعا، انه يعني هذه الشابة اللي بدأت الغناء السوبراني وهي عندها 14 سنة، وان هي في هذا العمر الصغير هي عندها دلوقتي 21 او 20 سنة انها تحصل على هذه الجائزة وترفع اسم مصر عاليا، لا اتوقع ابدا ان لو وزارة الثقافة ولا الاوبرا هتتجاهل ده ابدا يعني. لكن هي لسه من يومين بس فازت بالجائزة دي، وطبعا كتير اتكلموا عنها ومواقع التواصل الاجتماعي نشكر ربنا يعني بدأت يبقى في كده ناس جمال بيبتدوا يعني يلفتوا النظر لهذا الحدث، والناس تبتدي تتداوله، وانه الفكرة ان احنا ما تداولش الوحش بس، والحاجات الجميلة والحلوة والإبداع الجميل ده نقف عنده ساكتين. فيعني أعتقد أن دي برضو نوع من أنواع التوعية اللي كتير من رواد الفيسبوك المثقفين الجمال بيحاولوا يعملوا. الأرصاد بتضم إن المصريين اللي حوالي الجوية مستقرة لغاية نهاية الأسبوع، ولا أمطار على القاهرة والوجه البحري، الطقس مائل للدفء على مناطق وبارد على أخرى نهارا وشديد البرودة ليلا وشبورة مائية طوال الأسبوع. دي النشرة الجوية اللي بقدمها لحضراتكم. ده بالنسبة للجو، فأعتقد إن أنتم حاسين إن طبعا الجو بقي جميل. خلونا برضو نقول خبر تاني وحماس. أعتقد عارفين حماس، جماعة حماس واللي بيعملوا حماس، لكن وصلوا الأمر بحماس إنه بيحرقوا مجسم بيحمل صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأحد شوارع قطاع غزة بعد مقتل 7 من عناصر حركة حماس داخل الأنفاق اللي بتربط بين مصر وغزة. حصل ان هم يعني النوع من انواع الارهاب اللي بيعملوه، يعني انت النهارده لما بتعمل ارهاب وعايز دول ما يتقتلوش من قبل القوات المسلحه، وتروح انت رد الفعل بتاعك يا حماس، ما انتوا ما تنسوش مش حماس دي هي اللي كانت رافعه صور مرسي وكانت نازله تحتفل في الشوارع لما فاز مرسي، فاحنا مش متوقع يعني مش بتهيالي مش مستغربين يعني. ولكن كمان الغريب والجميل اللي حصل، يمكن ما معناش الفيديو لكن هو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اثناء تشييع جنازه ال7 دول، اللي حصل انه كان الصحفيين وناس على سقف كده مكان الطرب على دماغهم يعني وهم بيشيعوا جنازه ال7 دول اللي هم، فقال لك يعني بعد موت 7 من عناصر حماس في الأنفاق، جماعة حماس بتحرق مجسم الرئيس السيسي اعتراض على موت الإرهابيين في الأنفاق، حماس بدل ما بيحارب اليهود بيحارب الجيش المصري، عدونا في سيناء هو حماس. واعتقد النتيجة دي معروفة، واحنا شفنا قد ايه تورط لعناصر حماس. بالمناسبة برضو الحبارة كانوا بيقولوا، الجزيرة بتقول ان هو هرب، بعض الاخبار في مصر بتقول احباط محاولة هربه. طيب في النهاية هو هرب ولا لا، هنفهم اكيد في خلال الايام اللي جاية يعني انه خبر اللي هو صحيح 100%. في تم ضبط 25 إرهابي إخواني و259 قطعة سلاح عفوا ده خلال 24 ساعة، وكان في استشهاد فرد أمن مدني بعد إطلاق مجهولين النار على كمين أعلى دائري الجيزة. ومصادر أمنية روسية بتكشف أن جماعة الذئاب الرمادية القومية التركية يمكن أن تكون ضالعة في حادث تحطم الطائرة الروسية. طب احنا كل شوية بيطلع لنا خبر ومعرفش بقى هيتنفي ولا مش هيتنفي. فاكرين من كام يوم كان بيقولوا انه حادث الطائرة الروسية عرفوا مين المتورط، وده كان موظف واشتغل في مصر وراح لتركيا. بعد كده نيجي وساعتها اتنفى هذا الكلام وقال لك روسيا كمان نفت الكلام ده. طيب لما نيجي النهاردة بقى نلاقي مصادر أمنية بتقول لنا الكلام ده، بتقول ان محددة الجماعة، زي ما برضو حددوا الموظف وقال لك راح واشتغل امتى وخرج بعد الحادث بكام يوم وساب الشغل وبعدين سافر تركيا. يعني بتبقى في معلومات كده يعني بتنم على ان المفروض الخبر يكون صحيح، لكن تفاجأ بانه بينفى الخبر. النهاردة بقى لما يتقال جماعة الذئاب الرمادية القومية التركية، يعني محدد لك اسم جماعة وان هم يمكن ان تكون ضالعة في حادث تحطم الطائرة
الطائرة الروسية اللي هي A321 من طراز إيرباص وسط سيناء. فهل يا ترى هذا الخبر ناخده بقى على محمل انه فعلا معلومات جادة، ولا بكرة هيتم نفيه، واذا ما كانش تم نفيه اساسا من شوية؟ فاتمنى ان الامور يكون فيها شفافية اكتر من كده، وان احنا يعني الحاجات دي كلها تكون واضحة معنا، يعني ده اللي الواحد الحقيقة بيتمناه. عندنا كمان من بعض الاخبار ايضا ليها علاقة بالحوادث، في مركب غارقة وعلى متنه كان 12 مصري. وحدات القوات البحرية المصرية تحركت لمحاولة إنقاذ 14 صياد مصري، تم إنقاذ 2 منهم كانوا على متن مركب غرق في البحر الأحمر قبالة السواحل بالنسبة لميناء بور سودان في السودان، وذلك وفقا لتوجهات الرئيس. طبعا قال لهم لازم يتوجهوا بسرعة. المركب كان غادر ميناء برنيس المصري يوم 23 يناير بحسب المتحدث العسكري، وبالتالي للأسف الشديد أنه لم يتم إنقاذ غير 2 والباقي غيره. في كمان نواب بيرجؤون موقفهم على فكرة من استمرار استمرارها بعد حوادث الطرق. بهاء أبو شقة بيقول ننتظر إلقاء بيانها أمام البرلمان. بالنسبة للحكومة، مأزق تقييم الحكومة، عندنا أحداث كتيرة جدا، حوادث كتيرة بتحصل. حاتم باشات بيقول يجب إعطائها فرصة. إيهاب غطاطي أفكارها تقليدية ولابد من تعديل وزاري. وشريف إسماعيل يبحث طرق تطوير السكك الحديدية. عندنا كذا ملف الحقيقة، يمكن احنا تحدثنا كده عن ملف ازدراء الأديان، عندنا ملف حادث الطرق، ده في حادثة جامدة جدا برضو كانت حصدت، يعني مش عارفة الحادثة معانا ولا لأ، برضو بتاع حوالي 17 شخص كانوا أو في اصطدام 17 سيارة ومات عدد كبير. يعني أعتقد إن ده أيضا يعني الحقيقة نوع من أنواع الأحداث الصعبة جدا اللي بتمر بيها أو اللي بنشوفها في الطرق كل يوم، والإسفلت اللي هو بيحصد أرواح المصريين الحقيقة. يعني غدا تاني جلسات استشكال إسلام البحيري على حبسه عاما في ازدراء الأديان، وإحنا قلنا طبعا واتقال من الأستاذ حمدي الأسيوطي أنه المحاكمة اللي هي بالنسبة للأولاد الأربعة هتكون المرافعة يوم 4 فبراير بإذن الله. خلينا نستعرض سريعا كده بعض الصحف اللي معانا، وبشكل برضو يطلعنا عن بعض الأخبار في النسبة للشأن الداخلي، واللي هنلاقينا قلناه مش هنوقف عنده، يعني على اعتبار اهو الحادث أنا تمام كده. مصرع 17 وإصابة 21 في تصادم 17 سيارة على الصحراوي الشرقي ببني سويف. حتى جريدة الأخبار دماء على طرق ومزلقانات الصعيد، وبيقولوا ما بين تقلب الطبيعة وإهمال البشر سالت دماء وتشتتت أسر وتناثرت أشلاء الضحايا ما بين قتيل وجريح على الإسفلت. 24 قتيل و13 مصاب من أهالينا بالصعيد والجيزة سقطوا أمس في حادثتين مروعتين. الأولى اللي كانت في طريق الكريمات عندما غطت الشبورة الطريق الصحراوي لتنصب فخا للسيارات المارة ليبدأ التصادم بين 17 سيارة ليسقط 17 قتيل و21 مصاب. لما أقول شبورة هنا أقول شبورة، ولكن الحادث الثاني برضو اللي اتكلم انه الشبورة يعني اتحدت مع اهمال عامل المزلقان بقرية البليدة بالعياط ليطيح قطار الصعيد بسيارة نقل عبرت المزلقان امامه ويقتل 7 ويصيب 2. وده حضراتكم زي ما انتوا شايفين كمان 17 ماتوا و21 في تصادم 17 سيارة على الصحراوي الشرقي. وفي كمان اللي هم جايبين اهو صور للمزلقان زي ما انتم شايفين، والسبعه بينهم ربة منزل وطفلها بالعياط، وعامل المزلقان سمح للسياره بالمرور اثناء قدوم القطار. هو ده بقى الموضوع، ما تقوليش شبوره ارجوكوا. وبرضو في خبر جميل ان الشرطه والفيسبوك يعيدان طفلان لاحضان والديهما بالعاصمه. انا بحب قوي الاخبار بصراحه اللي هي بتبقى فيها فعلا ايجابيه، وانك انت كموقع تواصل اجتماعي بنشوف حاجات زي كده كتير جدا، يبتدي اعلان عن اطفال في مكان ويقول لك ده اتلقى في حته الفلانيه وارجوكم انشروه يمكن اهله يتعرفوا عليه، بتبدا بكده وحقيقي بتلاقي صدى كبير جدا وناس كتير بتقعد تنشر مثل هذه الاخبار. وانا بشجع بصراحه اللي بيعملوا الاخبار دي أو اللي بينزلوا الحاجات الإنسانية دي فعلا إنهم يستمروا فيها. وتأجيل قضية التخابر للغد، تكريم 259 ضابط وفرد مدني، كل دي كانت في الصفحة التاسعة من جريدة الأخبار ليوم الاثنين.
في طبعا تحقيقات بالنسبة لكل الحوادث دي. عندنا كمان في حضراتكم جايلي على فكرة خبر دلوقتي بصراحة واضح كده انه الرئيس السيسي على فكرة في بعض البرامج اللي بيتابعها شكله بيكون في مداخلات، يعني كان في أسامة كمال كان بيعرضوا حاجة ليها علاقة اعتقد بالأطفال، انا مش متذكرة قوي، ولكن اللي حصل انه دخل كان في مداخلة من الرئيس السيسي مع أسامة كمال واللي كانوا موجودين، ووعدهم بأنه هو يهتم بهذا الأمر. دلوقتي الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمرو أديب: نحن نعيش في بقايا دولة وهي أشلاء دولة لولا ستر الله لنا. ما احنا عارفين طبعا بعد الثورة يناير وبعد اللي احنا شفناه، فلكن من الواضح كده ان وانا دلوقتي هو مع حضراتكم من الواضح انه كانت هناك مداخلة تليفونية. اتمنى من زمايلي في فريق الاعداد لو قدرنا نوصل لاي فيديو يكون اترفع بسرعة للحديث ده، لو ما كانش النهاردة هعرضه على حضراتكم بالتأكيد ان شاء الله يوم الاربع. فاعتقد ان دي برضو حاجة جميلة انك تلاقي الرئيس متفاعل مع هذه البرامج في القنوات، وخصوصا لما تبقى برامج قوية. يعني الحقيقة يعني حضراتكم تعلموا طبعا برنامج عمرو أديب من البرامج القوية، وأيضا ممكن يشت في حاجات لكن فعلا بيتطرق لحاجات مهمة في يعني في 99% تقريبا من اللي بيناقشوا. عندنا جريدة الجرايد، هنبتدي بالجرايد اللي جاية بكرة أو اللي هي النهاردة بالليل، وبتعتبر جرايد يوم الثلاث. جريدة اليوم السابع: المتهم الثاني في تفجير السعودية مصري. والداخلية بالمملكة بتقول: طلحة هشام يقيم منذ سنوات 3 سنوات بتأشيرة زيارة وشارك في هجوم الإحساء. بعد احتجازي 24 ساعة خلق سبيل إسلام جاويش دون اتهامات. وكمان رئيس الوزراء يمهد لبيان الحكومة بلقاء نواب المحافظات، ومصادر ترجح عرض البيان على المجلس منتصف فبراير، والأولوية لخدمات المواطنين. وإسماعيل بيطالب الوزراء بإنهاء المشروعات المعطلة. مجلس الدولة يهاجم الزند، بيان المجلس، تصريحات وزير العدل حول قانون الإجراءات، تدخل صارخ في أعمال جهة قضائية. طبعا هو قال إنه هيحصل إعدام، يعني هيحصل إعدام لكل عناصر الإخوان، وإذا ما حصلش أنا هقدم استقالتي. فطبعا ده اعتبروه إنه تدخل، تصريحات وزير العدل حول قانون الإجراءات تدخل صارخ في أعمال جهة قضائية. حتى أنا لما نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قلت يا جماعة وينفع وزير عدل يصرح مثل هذه التصريحات؟ وقالوا لي ناس لا ينفع. لا طبعا ما ينفعش، حقيقة ما ينفعش. فبالتالي يعني برضو نفس الحكاية، المسؤولين اللي بتلاقيهم بيبدعوا في تصريحات غريبة، زي بالظبط رئيس هيئة الطرق اللي قال لك ان خليه الطرق مكسرة هنخليها مكسرة يا جماعة، عشان ان شاء الله الطرق المكسرة دي بتقلل الحوادث. طب وانت عندك الحوادث قليلة اصلا؟ يعني تصريحات غريبة جدا، انت تتكلم بالكلام ده لو انت فعلا معدل الحوادث عندك قليل، لكن انت عندك اعلى معدل حوادث طرق، فطرق ايه اللي متكسرة اللي بتقلل الحوادث؟ يعني مش تتكلم كلام حتى الناس تفهمه. النقل تغسل يدها من دماء المصريين، رئيس هيئة اهو يعني الطرق المكسرة تقلل الحوادث. يعني مش قادرة افهم ما علينا. أسرار جديدة عن موقعة الجمل: أهالي نزلة السمان يتحدثون بعد 5 سنوات. والجبري وخطاب قالوا لنا دعاء مبارك عشان نلغي تلفريك زاهي حواس. نروح لجريدة اليوم السابع الصادرة الاثنين: مفاجآت جديدة في استقالة السحيمي. مصدر قضاء: المستشار تعرض للتنبيه في عهد محفوظ صابر وليس الزند، والقضاء الأعلى هو من نقله إلى قنا. السحيمي ده الناس لما دورت عليه لقيته إن هو القاضي اللي كان طلع القرار بالنسبة لسجن إسلام البحيري، وفي ناس تانية اتهمته بإنه هو التابع للإخوان. وقصة بقى حصلت كده في موضوع استقالة، وانه يعني انه الموضوع برضو كان دخل مع تصريحات الزند وحاجات مشاكل كده حصلت مع الزند، ولكن في الاخر اهو بيقولوا انه تعرض للتنبيه مش مع الزند، مع عفوا محفوظ صابر. والفراعنه يعودون للزعامه الافريقيه لكره اليد، والف مبروك لفريق كره اليد والرئيس السيسي هنأهم بنفسه، والحقيقه طبعا فوزهم فوز جميل جدا. وشفنا القتل والأحداث اللي احنا شفناها واتكلمنا عنها. في رعب بعد إصابة زوجين بالإيدز من الغسيل الكلوي في كفر الشيخ، مشكلة كبيرة جدا
جدا الصراحة، وان احنا نرجع تاني انه ما يبقاش فيه تعقيم للدنيا، وان برضو يحصل غسيل كلوي يصيب زوجين بالإيدز، دي مشكلة. القمة الأفريقية تعتمد مبادرتي مصر حول الطاقة المتجددة، مصدر أمني ما نشر في قضية أموال الداخلية شائعات مغلوطة، مدير الإنتاج الإعلامي بالداخلية سابقا التحقيقات أثبتت إنفاق الأموال في مساراتها الصحيحة. يعني احنا عندنا دلوقتي بعد ما الكل تحدث عن قضية فساد الداخلية اللي هم كانوا متحصلين على مبالغ كبيرة بدون وجه حق، يجي دلوقتي يقولك انه التحقيقات أثبتت انفاق الأموال في مساراتها الصحيحة. مفاجأة، أوباما يزور مسجد إخواني بأمريكا، ومنظمة اليونيدو الدولية تكرم أحمد أبو هشيمة، قرار تعديل الجمارك ينهي فوضى استيراد السلع الاستفزازية، ومشروع قانون الجمعيات يلغي موافقة الأمن على التمويل الأجنبي. دي من الأخبار المهمة اللي عرضتها جريدة اليوم السابع. نروح للجريدة اللي بعدها، وهنشوف جريدة المصري اليوم، طائرات العالم في سماء ليبيا وداعش يهرب. بصراحة مش مصدقة. خط ساخن بين مصر والجزائر وفريق مخابرات بريطاني بتبرك، وقانون العمل يشعل معركة جديدة بين النواب والحكومة، رجال الأعمال يرفضونه والعمال يوجهون اتهامات لأصحاب الشركات. كمان عندنا نزيف الإهمال، طبعا شفنا القتل والأحداث دي والحوادث دي كلها، وكمان في الرئيس يرفع جمارك الكاجو والفوسد وأدوات التجميل، ده أيضا الخبر اللي لسه قلناه من شوية. في جريدة الأخبار، اهتمت بثلاث مليارات جنيه قروض لتمويل إسكان محدودي الدخل، الرئيس يبحث مع رئيس نيجيريا التعاون لمكافحة الإرهاب ويدعوه لمنتدى شرم الشيخ، ورئيس السيسي لأفريقيا بيقول لهم هذه مكاسبنا في قمة باريس، 100 مليار دولار للدول النامية للتكيف مع تغييرات المناخ، وسنتابع تنفيذ التعهدات. وبنك مو بيهنئ الرئيس بانتخاب البرلمان ويشيد بالاستقرار السياسي. هناك أيضا استمرار البحث عن مركب زينة البحر البحرين، والكهرباء لا خلاف مع روسيا، ومفاوضات الضبعة تسير بخطى ثابتة، أفراح اليد مستمرة. طبعا دي برضو حاجة جميلة زي ما قلنا، يوم الدماء على الطرق والمزلقانات، الخبراء فيروس زيكا شبح جديد لصناعة الرعب. لكن مش صناعة الرعب بشكل بتهيألي، مش يعني اعتقد انه ممكن تكون. طيب احنا على فكرة في دلوقتي كان وصلت لنا زمايلي مداخلة الرئيس السيسي مع عمرو اديب، ولو لو ما وصلتش ابعتها لكم، فادوني فكرة هل وصلتكم ولا وصلتني انا بس. عندنا كمان جريدة الوفد، لائحة النواب لا استدعاء للمحافظين وإحالة مشروعات القوانين لمجلس الدولة لمراجعتها، وهم فاتحين ملف الأحزاب الدينية ومستشفيات الحكومية، انفراجة في مفاوضات سد النهضة بعد لقاء السيسي ودي سالين، وزيادة الجمارك بنسبة تتراوح بين 45% على السلع كمالية. والرئيس السيسي في ختام قمة أديس أبابا، الرئيس السيسي يعلن التزام الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار لمواجهة تحديات المناخ في أفريقيا، والصحة مصر خالية من فيروس زيكا، و64 مصاب في حوادث تصادم في 5 محافظات، وبريطانيا تستعد لضرب داعش ليبيا. آخر جريدة معنا جريدة الأهرام، تعظيم القدرات الإفريقية لتحقيق التنمية، والرئيس تجمعنا قارة واحدة نسعى لرخائها وإزدهار شعوبها. وكمان منظومة للقمامة وآلية لترخيص التوك توك، صدقي يشيد بدور القوات الجوية في مكافحة الإرهاب. دي كلها حاجات في جريدة الأهرام. عندنا كمان داعش يهدد أوروبا بهجمات أقوى من 11 سبتمبر. الحقيقة دي القصة دي بتاع داعش وأوروبا، مش بس بيهدد كان أوروبا بالهجمات، ولكن كمان كان في تهديدات خاصة لمصر كمان وللجيش المصري من شخص كده ملثم وشكله غريب، وانا حتى يعني والناس علقوا انك انت لو راجل يعني وبتهدد مخبي وشك ليه، وطبعا يعني ان شاء الله يعني جيشنا مش حدش هيقدر عليه باذن ربنا. يعني دي كلها الحاجات اللي زي ما بنقول بنؤكد عليها. افراح اليد المصريه تتواصل، و30 ألف جنيه مكافاه
لكل لاعب، بنهنيهم بجد وعملوا ماتش جميل جدا كان قدام تونس، وبكده طبعا يعني هو الفريق اللي هيمثل أفريقيا يعتبر. كل دي أحداث كانت أحداث هامة جدا معانا، على بال ما زمايلنا يجهزوا لنا الفيديو الخاص بعمرو أديب، عشان كويس قوي إن احنا نشوفه مع حضراتكم قبل ما حلقتنا تنتهي، يعني عندنا حوالي 15 دقيقة إن شاء الله. عايزة برضو أتوقف عند إن احنا كان في عندنا بعض الأحداث الحقيقة المحزنة. بوكو حرام شنت هجوما وأحرقت أطفالا أحياء في نيجيريا، مش أول مرة تحرق أحياء، بتحرق أحياء بالآلاف ولا أحد يتحرك يعني. قتلى عندنا يعني 3 قتلى و56 جريح بهجوم انتحاري مزدوج كمان في تشاد. يعني إحنا عندنا نيجيريا وتشاد 80 قتيل سقطوا إثر هجوم شنو مسلحون تابعين لجماعة بوكو حرام. وأعتقد إن تقرير يورو نيوز هيفهمنا برضو أكثر أو هيدينا تفاصيل عن هذين الحادثين، حادث نيجيريا وحادث تشاد. هنا قتيلا تقريبا سقطوا إثر هجوم شنه مسلحون يعتقد أنهم تابعون لجماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة على إحدى القرى الواقعة شمال شرق نيجيريا، وذلك يوم السبت. وقال شهود عيان أن عددا من الأطفال أحرقوا أحياء. المتحدث باسم الجيش النيجيري مصطفى عنق أفاد أن الإرهابيين وصلوا إلى القرية في سيارتين وعلى متن دراجات نارية، ثم أطلقوا النار وأحرقوا منازل في قرية دالوري. هذه القرية قريبة من مخيمات للنازحين كانوا قد فروا من جماعة بوكو حرام، وتقع على مسافة 12 كيلومترا من عاصمة ولاية بورنو. وفي تشاد المجاور عند البحيرة شن مسلحو هذه الجماعة المتشددة يوم الأحد هجومين انتحاريين على قريتين، مما أدى لمقتل 3 أشخاص وجرح أكثر من 6. كمان عندنا انفجار عبوة ناسفة بالقرب من البرلمان الأفغاني بكابول، وده كان في الساعة 1:45 بالتوقيت المحلي، والانفجار حدث بالقرب من الحديقة العامة ومركز الشرطة، والشهود لاحظوا صعود كمية كبيرة من الدخان الأسود، في مقتل 12 شخص في حريق بورشة خياطة شرقي موسكو. وهذا الحريق اندلع داخل ورشة الخياطة كانت بتنتج الوسائد، و تسبب الحريق وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه في تدمير مساحة تقترب من 3000 متر مكعب، حاجة صعبة جدا. وأمريكا أيضا في خبر من أمريكا بتقول أنه في قتيل وجرحى بإطلاق نار في معرض للدراجات النارية، وده كان في عاصمة ولاية كولورادو خلال معرض للدراجات النارية يوم السبت 30 يناير. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن شرطة دنفر أن الحادث وقع الساعة 1 بحسب التوقيت المحلي، وأعداد الجرحى كثيرة. ما فيش تفاصيل يمكن تانية عن هذا الأمر. طيب معانا، أنا هشوف معاكم دلوقتي جزء، هي اللي عرفت أن المكالمة كانت للرئيس السيسي مع عمرو أديب حوالي 20 دقيقة، هنحاول نشوف منها جزء كده بشكل يعني هنختار جزء من يعني من هذا الحوار. وأوعدكم أنه لو في برضو حاجات مهمة ما تعرضتش النهاردة هنعرضها على حضراتكم يوم الأربعاء، ونشوف مع بعض مكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عمرو أديب. وانا معاك ان احنا كدولة حتى الان ما قدرناش نوجد سبيل جيد وسبيل مناسب للتعامل مع المشكلة دي او مع الموضوع ده. انا مش هقول على مشكلة، دي حالة موجودة في بلدنا زي حالات كتير قوي موجودة ولسه ما اتحسمتش ولسه ما وجدناش لها سبيل. وانا عايز اقول لك اي موضوع او اي مشكلة من المشاكل الموجودة في بلدنا بالحسابات يمكن ما يكونش ليها حل، لكن بالفكرة يمكن يكون لها حل. الفكرة، عارف يعني فكرة؟ يعني حد يوجد مخرج، يوجد مش حد، حد يعني مسؤول يمكن مدير نادي ممكن، أنا بتكلم عن الموضوع ده تحديدا يعني، عشان يقدر يوجد سبيل للدخول لعقول وقلوب الناس ديت اللي هم جزء مننا جزء من أولادنا. وبصراحة أنا عمري أبدا، عشان تكون واضحة يكون ده واضح بالنسبة لكم، أنا عمري والله ما زعلت من حد، لكن ممكن أكون بزعل علينا على نفسنا على إن إحنا حالنا بقى كده، إحنا سيبنا المواضيع
نتابع موضوع الكلام بتاعك وتعليقك على الاستاذ احمد شوبير او الكابتن شوبير، اللي هو قال ان في مساله المفروض ناخد بالنا منها ما خدناش بالنا. وانا عايز اقول لك بقى ولكل اللي بيسمعك في كل حته فيك يا مصر، في كل حته فيك يا مصر انا بلاقي فيها امور، بس انا مش عايز ازعل المصريين ومش عايز اكسر خواطرهم واخليهم يشيلوا هم اكتر ما هم شايلين. لكن في كل حته فيك يا مصر كده انا بقول لكل اللي بيسمعني دلوقتي وحتى الاستاذ ريهام اللي جنبك، البلد دي كانت تنهار في 2011. عارفين يعني بلد بتنهار؟ طبعا. يعني بقايا دولة. عارفين يعني بقايا دولة؟ انتوا كلكم عايشين جواها مش عارفين يعني ايه دولة بجد، بكل ما تحمله الدولة. فضلت تتساب تتساب تتساب. وبالمناسبة مش السنة 30 سنة عشان تبقى عارف، أنا بقول الكلام ده مش ليك أنت ولا للأستاذ رياض، أنا بقول الكلام ده للشعب المصري اللي يا رب يكون متابع برنامجك. البلد دي اتسابت 50 سنة. عارفين يعني إيه 50 سنة؟ أيوه. وده تداعيات 50 سنة. إمتى؟ من 67. من 67 للنهاردة. فكانت أشلاء دولة في 2011 وكانت تنهار تماما لولا ستر ربنا. احنا بنحاول نعيد بناءها تاني. كل الايدين تتحط وكل الافكار تتلاقى عشان تتعاد بناءها. وانا قلت استراتيجيتي في الاربع سنين هو تثبيت الدولة ومنع انهيارها. تثبيت الدولة ومنع انهيارها. سيادة الرئيس، أصحاب العقول النيرة وأصحاب الإيرادات الحديدية وأصحاب كل حاجة جميلة ممكن نقولها، لكن هم فين؟ هم فين؟ ويقدروا يشتغلوا إزاي؟ وإيه الآليات اللي هيشتغلوا بيها؟ الأمور طرحكم وكلامكم خلاني قلت لازم أكلمكم ولازم أتكلم من خلالكم عشان تكونوا في الصورة. دي حالة مصرية مفروض ان احنا بنجابها. المجابة هنا مش معناها عمل حاد، لا لا، هو محاولة تفكيكها بالراحة. ولو احنا شفنا المسار اللي احنا بنتكلم عليه من 2011 لغاية 30/6 كان في شكل، ومن 30/6 لغاية دلوقتي في شكل تاني. تدرجه عامل ازاي؟ تدرجه عامل ازاي؟ أنا كنت أتمنى إن حد يقول للناس إحنا الزيادة السكانية بتاعتنا دي مش هتنفع نمشي بيها كده. بنقولها مرة في برنامج وبنعلق بيها تعليق كده ونخلصه، لكن الحكاية أكبر من كده بكتير. هرجع تاني وأقول لكم في كل حتة فيك يا مصر ببص عليها وأحط إيدي فيها ألاقيها مليانة مليانة. بس انا مش عايز ازعلكم يا مصريين، وبكافح على قد ما اقدر انا واللي موجودين معايا، وارجو ان ربنا سبحانه وتعالى يعيني على انقاذها. ارجو ان ربنا سبحانه وتعالى يعيني على انقاذها. لكن الموضوع محتاج افكار زي ما انت قلت كده وانا معاك. ليه مساله زي المساله اللي موجوده الاطرز دي؟ انا عايز اقول لك على حاجه. بس في الموضوع بتاع الاطرز بتاع حادثة بورسعيد انا كنت موجود في الموضوع ده، وزي ما انت قلت كده مفيش حاجه اتمسكت، يعني مفيش حقيقه بجلاء تقدر تقول ايه اللي حصل بالتفصيل في الموضوع ده وبدقه تقدر تقول انك تطمئن. لا حد خبى حاجه ممكن، حد خايف من حاجه ممكن، حد مش عارف حاجه برضه ممكن. أنا ممكن أقول لك وأنا قاعد دلوقتي كده ممكن مجموعة من الألترز ده من اللي هم النجباء اللي فيهم تتشكل بيهم ومعاهم لجنة لبحث الموضوع، أصل مفيش حاجة عايزين نخبيها.
ونطلع بالنتائج للناس. دي فكره. تعالوا يا شباب اختاروا 10 منكم من اللي هم اللي انتوا متطمنوا ليهم يخشوا ويشوفوا الموضوع ده بتفاصيله وهم يعرضوا عليكم الموضوع بالنتائج. ده هيطمنكم هيريحكم. هو النهارده ضفر اي مصري، انا بقول ضفر مش دم وروح، اي مصري على اي انسان مسؤول بيحب بلده غالي عليه، مش بتوع بورسعيد بس، اي مصري وكلنا مسؤولين. زي ما قلت لحضراتكم بالظبط 24 دقيقة الحوار، ولكن دي أهم أجزاء. وتحدث عن حادث بورسعيد اللي كان الاستاد النهارده أعتقد الذكرى الثالثة أو الرابعة حاجة زي كده، فعشان وحصلت شوية حاجات وحرائق النهارده من الألتروس وحاجات كده برضو لا تليق. طيب احنا يعني كان برضو من الحاجات المهمة موضوع سد النهضة، وكان تم تناول هذا الموضوع بالنسبة لأثناء القمة الأفريقية، وكان في اجتماعات أيضا رئيس التقى الرئيس برئيس الوزراء الوزراء الاثيوبي دي سالين على هامش اعمال القمه الافريقيه، وقالوا حريصين على عدم المساس بمصالح مصر المائيه. والسيسي طالب رئيس وزراء اثيوبيا بترجمه اعلان المبادئ الى خطوات عمليه، مؤكدا نهر النيل شريان الحياه لمصر. في نواب في البرلمان بيقولوا للسيسي احنا خلفك لانهاء ازمه سد النهضه. مارجريت عازر: اسرائيل وقطر وتركيا يعملون على افشال المفاوضات. وشادي ابو العيله: نتمنى انهاء الازمه بجهود السياسيه. شادي خضير: لا داعي للتصعيد. ودكتور حسام مغازي بيقول انه لقاء الرئيس بدي سالين ساهم في المزيد من التعاون حول المباحثات، وانه ان شاء الله في انفراجه كبيره في المفاوضات حول أزمة سد النهضة هتكون خلال هذا الشهر يعني، أو يعني في نهاية الشهر ده ربنا يسهل يعني. ووزير الخارجية: التعجل في الأحكام ليس مفيدا بالقضايا الجسيمة. فربنا يسهل إن شاء الله ونشوف الدنيا هيحصل فيها إيه. إحنا عندنا مشكلة أأمل إن إحنا يعني بسرعة كده هنتحدث عنها. معانا الأستاذ شنودة لبيب شاكر، وهو أخوه متغيب أو هنفهم منه بس بسرعة بعد إذنك يا أستاذ شنودة. اتفضل معانا حضرتك، بنرحب بيك. أستاذ شنودة. اهلا بيك يا استاذ شنوده. معلش احنا اسفين ان احنا يعني اخذنا المكالمه متاخر، اسفين جدا. تمام اتفضل. تمام. طيب ايه المشكله؟ لو بايجاز شديد توصل لنا المعلومه استاذن حضرتك. انا اخويا معوض لبيب اتاخد من تاريخ 16/6/2013 قبل الثوره 30/6، ولما قعدت اتاخد فين؟ يعني اتقبض عليه؟ اسمي انا بلغت في الاسم واكتشفت بعدها بسنه انه متاخد. اكتشفت من على من طرق من ناس معارف مستشارين وناس معارف كبيره انه متاخد، وانا ما مش ومحبوس عارف اعمل حاجه. ومحبوس وانت مش عارف تعمل حاجه. طب التهمه ايه؟ ما عرفكش ايه التهمه؟ هم قالوا لي دي منشورات ضد الاخوان. طب انا دلوقتي ما فيش اخوان، انا اخويا دلوقتي، انا عايز اعرف وبناشد الرئيس سياده الرئيس السيسي. انا عارفه ان والدتك بعتت لنا شكوى يعني بسبب تغيب معوض، لو الشكوى مجهزه معانا نطلعها على الشاشه. اتفضل يا استاذ شنود. انا عايز والدته حتى تشوفه بس. يعني انتوا حتى مش عارفين مكانه، مش قادرين تزوروه، مش عارفين اي حاجه عنه، مش قادرين نشوفه، مش قادرين. ليه؟ ايه التهمه اللي كده؟ سيادة الرئيس رئيس الجمهورية، ده من والدة حضرتك، من والدة معوض، نلتمس من سيادتكم النظر في الرجاء المقدم من أم التغيب ابنها بتاريخ 17 معوض لبيب شاكر، رقم بطاقته، وانتوا ساكنين في المنيب، وده كان في قسم شرطة الجيزة. طيب يعني ازاي حتى الأم من خلال من سنة 2013 ثلاث سنين لغاية دلوقتي مش قادرة تشوف ابنها؟ وليه؟ طيب في ايه؟ عاملين عندكم محامي؟ معاكم محامي استاذ شنوده؟ ما انا رحت للمحامين قالوا لي فين رقم القضيه، فين هو قضيته ايه؟ لا انا بتمنى، انا بناشد دلوقتي اي محامين متطوعين يكونوا معاكم. انا اسفه ان طبعا انا كل ما اعمل محضر يحفظوه لدواعي امنيه. ليه؟ ايه مشكلة؟ لا لازم نفهم طبعا، وده يمكن زي ما كانوا بيقولوا عليه الاختفاء القسري اهو، وانه في ناس ومتاخدين من وسط اهليهم محدش، دي نموذج.
طب اثبتوا لنا بقى ان هو مش اختفاء قسري، واثبتوا لنا انه نقدر نشوف معوض ونعرف تهمته ايه، ومهما كانت تهمته ليه ما يسمحش للام انها تشوفه. قلوبنا معاك، يعني بقول لوالدتك ربنا يكون في عونك، هنصلي من اجلك، وان شاء الله هنتابع معاك استاذ شنوده عشان نشوف الموضوع ده، واذا كان في اي حد من المحامين هيتطوع هنوصله بحضرتك. بشكرك جدا وبعتذر انه كان لضيق الوقت ما خدناش تفاصيل اكتر، ولكن اعتقد فهمنا الموضوع وهنتابع. نصلي من اجل كل الناس اللي عندهم ازمات ومشاكل من هذا النوع او من انواع اخرى، من اجل سوريا، من اجل اليمن، من اجل كل الوطن العربي. والقاكم على خير ان شاء الله يوم الاربعاء وما وراء الاحداث. الى اللقاء.